الجهود في ليبيا تتحول من الإغاثة إلى الوقاية من الأمراض بعد تضاؤل آمال العثور على ناجين. المغرب ينفض ركام الزلزال ويستأنف العام الدراسي في المناطق المنكوبة بالخيام مع استمرار رفع الركام. قصف مدفعي عنيف على مواقع الدعم في الخرطوم وشرق النيل وسط تبادل الاتهامات حول الضحايا المدنيين. وفد أمني رفيع من السودان إلى أربيل لمتابعة تنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق وإيران. إيران تعلن أن صفقة تبادل الأسرى مع أمريكا ستتم اليوم بالتزامن مع تحويل أموالها المجمدة في كوريا الجنوبية. أهلا بكم مشاهدينا إلى استوديو الحدث لهذا اليوم. مع دخول عمليات الإنقاذ في ليبيا أسبوعها الثاني، تواصل فرق الإنقاذ انتشال عشرات الجثث رغم ارتفاع الأمواج قبالة سواحل درنة ورغم تراجع آمال العثور على ناجين. ووفق ما نقلت مصادر إعلامية ليبية عن فرق الإنقاذ، فإن عددا كبيرا من الجثث منتشرة على شواطئ درنة أغلبها متحلل، فيما يعرقل ارتفاع الموج جهود انتشالها. وجد الليبيون الذين جرفت الفيضانات منازلهم في درنة أنفسهم محاصرين بين مطرقة البقاء في المدينة وتحمل نقص المياه واحتمال إصاباتهم بالعدوى وسندان القرى الفرار منها عبر مناطق جرفت الفيضانات ألغاما أرضية إليها. المباني والحي لما احنا نقول الفلاح والشيخ يعني رد المكان الوادي زي ما خلقها ربي من 1000 سنة، فهمت؟ عبارة عن كهوف وحجارة صماء، فهمت؟ وميتة، نعم، يعني الحياة اللي في مجرى الوادي ما عادش في حياة. جرداء، منطقة جرداء كمدينة ما عادش فيها، ما عادش يعني نحن برواحنا تو الناس اللي ساكنين فيها وكنا عايشين فيها ومتربين فيها وترعنا فيها،
يعني كرهنا المكان وكرهنا اللي جد عليها، يعني ما عادش في حاجة تخليني نتعلق بيها. وخوفا من انتشار الأمراض عقب الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة آلاف السكان، بدأت السلطات بعمليات تطهير لمدينة درنة، حيث بلغت المساحة الإجمالية للمنطقة التي غمرتها السيول والفيضانات 6 كيلومترات مربعة. عمليات التعقيم التي تجري حاليا في درنة حيث يتم رش المبيدات والمعقمات. من درنة تنضم إلينا موفدة الحدث ميس الحربي. ميس، أهلا بك معنا. إذن أين أنت الآن وما الجديد لديك؟ أنا الآن في منزل كما ترين بات أهله وأهل هذا المنزل والأسرة والأسر، ليس أسرة واحدة، الأسر في هذا المنزل باتت في عداد القتلى أو المفقودين. منزل من طوابق، هنا أشجار اقتلعت، أيضا ملابس لا نعلم من أين أتت هذه الملابس، فالمنزل خالي من أي شيء، ليس به سوى الطين. حتى في هذا المنزل لم تبقى حتى شواهد تاريخية لأهل هذه المنزل أو أوراق ثبوتية، لم يبقى أي شيء في هذا المنزل. قبل الساعة 3 من صباح الأحد 11 من سبتمبر 2023 انطلقت عاصفة دانيال، امتلأ مجرى الوادي وزيحت مباني بأكملها كما ترون، ولم يبقى على هذه الأرض التي ترونها على شاشة الحدث موثقة سوى الحجر، الصخر، الشجر وجثث البشر. جثث البشر هنا كما تلاحظون الآن، الكاميرا أتمنى أن تأخذ هذه الصورة، كما ترون هؤلاء رجال إنقاذ مدنيين ليبيين، أيضا هنا رجال إنقاذ، كنت قد تحدثت معكم صباح هذا اليوم، رجال إنقاذ روس يبحثون من الساعة 8 صباحا بتوقيت ليبيا حتى الآن الساعة 11 عن جثة واحدة فقط، العشرات من الساعات للبحث عن جثث في هذه المنطقة. أيضا أريد أن أدخل معكم إلى هذه العمارة، العمارة منكوبة بالكامل، بجانبها عمارة اقتلعت من أساسها، ليس هناك أي شيء في هذه العمارة، ولكن المفارقة أرض هذه العمارة ما زالت إسمنتية، ما زال الماء على أرض هذه العمارة. نحن اليوم في اليوم 8 في هذا المبنى، ليس هناك أي بقايا أو أي شواهد تاريخية على من كان ينزل أو من كان يسكن في هذا المنزل سوى مشاعر عاطفية، مشاعر عاطفية في هذا المنزل مكتوبة على الجدار، ربما هي التي بقت فقط في هذه المساحة الجغرافية. إن كنتوا ترونها على الشاشة، هنا من يعبر، من كان يسكن في هذا المكان يعبر بمشاعره لأحد، ربما لزوجته، ربما لأمه، ربما لأبيه، لا نعلم. ميس، نحن تجولنا معك اليوم في عدة مناطق في درنة المنكوبة ونقلت لنا عمل فرق الإنقاذ، لو تعطينا مزيد من التفاصيل حول هذه النقطة، فرق الإنقاذ أي آليات يعني تساعدها في البحث عن الجثث أو انتشالها؟ هناك آليات الآن، هناك جرافات في هذا المكان، هناك جرافات يميننا ويسارنا في هذه المنطقة، هناك أيضا رجال إنقاذ مدنيين متطوعين ورجال إنقاذ دوليين في المنطقة التي أتواجد عليها بحسب السلطات الليبية كما قسمت، يوجد سلطة أو عفوا يوجد فرق إنقاذ دولية قسمتها على اليابسة وفرق إنقاذ تنقذ من هو على الأرض. الآن هنا من على الأرض أو في هذه المنطقة يوجد فرق الإنقاذ الروس وفرق الإنقاذ للأردن، على البحر يوجد كما تحدثنا إليهم فرق الإنقاذ الجزائرية وفرق الإنقاذ أيضا الإماراتية وأيضا فرق الإنقاذ التونسية وفرق أخرى أيضا لم نتحدث عن معهم حتى هذه الساعة. أيضا إن كنت ترون على يمين هذه المنطقة، هناك في اليمين جرافات أخرى تختلف عن ما يوجد في اليسار، المنطقة هذه منكوبة بالكامل، منطقة مدمرة. هذا هو بدرون المنزل، بدرون المنزل به شجر اقتلعت من مناطق مختلفة، ربما من أعالي الجبال، ليس هنا، هي منطقة مستوية بالأرض. لو سمحت الكاميرا، كما تلاحظون هذه أرضية المنزل كيف بات، ليس هناك أي شيء يوحي بأي شيء مرتبط بأهالي هذا المنزل سوى الحجر
والجثث نعم. التي توجد تحت الأنقاض التي لم يصل إلى هذا المنزل حتى الآن فرق الإنقاذ. عندما سألتهم لما لم يصلون أكدوا أن هناك تنسيق يومي بحسب الأماكن التي سيبحثون عنها. أيضا التقيت هنا صباح اليوم أحد المتطوعين في هذا المكان الذي يأتي يوميا أو منذ سنوات سألته أكد نعم. أنه يأتي إلى درنا منذ سنوات للوقوف عليها وفي هذه نعم. الأزمة أتى ليساعد أهلها. مرحبا. قابلناك اليوم الصباح كنت هنا كان المكان جدا فاضي، إيش كان عندك؟ كيف تساعد؟ كيف قدمت مساعداتك؟ وأنتوا أي جهة؟ أنا أتحدث معك مواطن يعني متطوع. لما أقول أي جهة أقصد هل أنتم جهة متطوعين أو؟ نحن نتبع جهاز طارق بن زياد للخدمات والإنتاج، لكن أنا حاليا أتحدث معك مواطن بعيد عن الحقيقة. هول المصيبة يعني هائل جدا، الكارثة لا توصف. إيش قاعد تساعد هنا؟ إيش قدمت؟ نحن نبحث عن 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 عن, عن ما تبقى من جثث، ما تبقى من الناس تحت الركام. آلية بحثكم؟ آلية بحثنا نحن نبحث وبعدين نعطوا المعلومة وبعدين تجي الآليات الجرافات تجرف وبعدين الفرق الإنقاذ اللي هي الروسية والفرق المتنادية من 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 العالم. فنحن نعطوا الإحداثيات الأولى فبالتالي يقوم الفرق الإنقاذ. على أي أساس تعتمد إحداثياتكم؟ نحن حظوك يعني بحث بدائي يعني بالنسبة لنا نحن يعني ما عندناش الإمكانيات اللي عند الفرق الأجنبية، فبالتالي نحن متعاونين أكثر شيء، متعاونين مع الناس اللي متنادت معنا. هول المصيبة يعني بصراحة يعني لا يوصف. نحن نطالب من المجتمع الدولي أن يكثف جهوده ويكثف يعني، لأن درنا تحتاج إلى الكثير من الإمدادات وتحتاج إلى كثير من يعني نحتاج إلى فرق إنقاذ أكثر، نحتاج إلى آليات أكثر، نحتاج إلى يعني فيه ناس تحت الركام، فيه ناس ممكن المكان. بس اسألي إذا سمحتي، إذا كانت تلك المنطقة يتم مسحها تماما فقط للعثور على جثث أم إنه ربما يكون هناك أحياء؟ بالنسبة للليبيين، تنادوا الليبيين رغم المحنة، رغم المصيبة، رغم المصاب الجلل، إلا أن درنا استطاعت طبعاً في ظل أمل ضئيل للغاية أن نكون للعثور في كلمة واحدة، واستطعنا. ربما هذه حكمة الله سبحانه وتعالى، نحن نترحم على كل من قضى وارتفع إلى الرفيق الأعلى، لكن المشهد أمامكم، المشهد يعني صراحة مروع. الآن فرق الإنقاذ تبدأ في الآن أنتم تنسقون مع فرق الإنقاذ، فرق الإنقاذ تحاول قد ما تقدر تأخذ ساعات، ربما 10 ساعات عشان تنتشل جثة واحدة. هل يعني المساعدات اللي قاعدة تجيكم الآن، المساعدات الدولية عبر فرق الإنقاذ، فعلا قاعدة تساعدكم بالكمية أو كمية المأساة اللي موجودة ولا تحتاجون أكثر؟ نحن نحتاج إلى يعني هم الحقيقة ما قصروا يعني الحقيقة تنادى المجتمع الدولي، لكن نطالب المجتمع الدولي بزيادة وتكثيف الإمدادات لهذه المدينة المنكوبة الحقيقة، المصاب جلل وال يعني يعجز اللي يساعد. إيش تاريخ هذا المكان؟ هذا المكان الآن بقى بلا شواهد تاريخية، هذا المكان ليس به الآن أي شواهد. الآن في مكان يعتبر هو اللبنة الأولى لمدينة درنا، يعتبر هذا المكان هو اللبنة الأولى لمدينة درنا، هذه هي درنا الأساس، درنا القديمة، درنا عبق التاريخ. اختفى كل شيء، كل معالم درنا اللي يعرفها الناس واللي متعودين عليها الناس بصراحة اختفيت، وهذا شيء مؤلم. أيضا معي ضيف آخر من أهالي درنا. عبد الله منينة من أهالي المدينة. أخبرني إحساسكم، إيش صار معكم؟ إيش تاريخ هذه المنطقة؟ أنت من أهل هذه المدينة اللي نحن واقفين فيها الآن تحوي تاريخ درنا بالكامل. المكان اللي ممكن توجه للكاميرا هذا كان فيه الجامع الكبير اللي أنشئ في العهد العثماني الأول في عام 1670. هذا المكان اللي أصبح ركام لم يبقى منه شيء، سوي بالأرض، انتهى بشرا وحجرا وروحا في هذه المدينة. هذه القبة وما وراءها كان هناك الكنيسة اليهودي الذي كان في القرن 18. ما بعده كان هناك الكنيسة المسيحية أثناء الحملات الفرنشسكانية في بداية الاحتلال الإيطالي. السوق اللي كان هنا موجود يكتر يسار الكاميرا شوية، ما بعد المباني هذه كان فيه سوق أنشئ في العهد التركي، وكان فيه بعض الأزقة والمباني من أيام ما كان الموريسكيون هاربون من الأندلس بعد محاكم التفتيش. هذه المدينة كانت تحوي تاريخ وصلها الإسلام في عام 1000 في عام 23 هجري وصل الإسلام إلى هذه المدينة.
هذه القبة الصفراء هناك ترونها أمامها قبور الصحابة، سيد زهير بن قيس البلوي، سيد عبد الله القيسي، صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام. دارت المعارك هنا في هذا الوادي، واستشهدوا 77 صحابي عند هذا الجامع ودفنوا هنا. هذه المدينة تاريخ ليبيا في مدينة، تاريخ ليبيا كلها، تضم جميع أطياف البلاد بالكامل من جميع مكوناتهم. تاريخنا هنا، تاريخنا هنا، بلادنا هنا، مكاننا هنا، مكاننا هنا. هذا المكان اللي دمر فيه الفيضان هو مكاننا. كل ما يخطر على بالكم في تاريخ الإنسان هنا. تبعد على هذه المدينة ما يقارب عن 40 كيلو كان فيه كف لوثر كما يطلق عليه الناس بالعامية، يقولوا له الوثر. هذا الكهف كان يحوي أحد حواريي عيسى الهاربين بعد صلب المسيح عليه السلام، وقام هناك ووجد هذه المدينة من قبل. أنتم أهل 23 سنة. أنتم أهل هذه المدينة الآن اتضررتوا، وهذه المدينة راحت انتهت، حتى التاريخ الذي تحدثت عنه لم يبقى إلا بالكتب ربما. نحن باقون، لن نخرج منها وسنعمرها. هذه المدينة مرت في العهد العثماني الأول بالطاعون وانتهى ثلثي سكانها، انتهى ثلثي سكان هذه المدينة. نحن باقين فيها، سنرجعها حجرا حجرا، بناية بناية. الناس اللي توفت هذا قدر الله، ما عندناش ما نقوله فيه، لكن نحن كسكان هذه البلاد، سكان هذه المدينة تحديدا من جميع أطيافنا باقين فيها، حتى لو بقينا في الخيام باقي فيها، لن نتركها أبدا، لأنها كانت دائما وأبدا هي النقطة الأولى للانطلاق للتاريخ لهذه البلاد، حتى من العبود الغابة. الآن احنا نتكلم بالواقع. اسألي أين يسكن الآن، وألا يخشى على نفسه والمتواجدين معه من الأمراض والأوبئة التي هناك تحذيرات كبيرة من انتشارها؟ تفضلي. الآن احنا نحكي بالواقع، المدينة انتهت، هناك أوبئة، هناك أمراض، هناك جثث متحللة. أنتم مصرين أن لا تطلعوا من هذه المدينة، ما تخافون على صحتكم؟ لا، الأمر مش بهذا السوء، الأمر مش بهذا السوء. أولاً الأحياء اللي تشوف فيها وراءك، حي باب طبرق، حي الساحل. أنا أتكلم على هذه المدينة المدمرة. هذه المدينة المدمرة 4 كيلومتر غرب الوادي المدمرة. غرب الوادي، وثلاثة كيلومتر شرق الوادي، هذه تعتبر المجال الحيوي، المجال الحيوي للمدينة. سترجع بإذن الله. كيف ترجع؟ احكي لنا كيف ترجع. سترجع. هل لديه أيضا علم عن عدد سكان تلك المنطقة قبل الفيضان؟ والمدن ورجعت عدد سكان. طيب درنا لن تكون مثل بغداد الذي اجتاحها المغول ورجعت. درنا سترجع إن شاء الله ترجع. الآن 40 يوم المغول 40 يوم دمروا بغداد الحجر والبشر ورجعت. الآن الآن نحن اليوم في الأزمة. كم أنت من أهل درنا؟ قول لي كم أهل درنا، كم عدد سكان أهل درنا بالكامل؟ 120 ألف نسمة. 120 ألف نسمة. كم عدد سكان درنا الذين في 2008 في إحصائيات 2008 سكان منطقة البلاد يقتربوا من 42 ألف. كم عدد سكان درنا اللي رحلوا تقريبيا؟ يعني نقدر نقول ممكن يوصلوا ل 15 ألف. فرق الإنقاذ الذين التقيناهم أكدوا فرق إنقاذ أخذوا جثث، أكدوا أكثر من 20-30 ألف فرق إنقاذ. نحن نقول إن شاء الله من الفعل وعلى الله الكمال، نقول إن شاء الله العدد ما يهلبش 15 ألف بإذن الله تعالى. لكن إرادة الشعب الدرناوي موجودة. ممكن بعض الناس أو حتى المشاهدين في العالم ما يحسبوش إن نحن مثلا يعني حنيأس ونمشوا. لا مش حنيأس. نحن شوفوا في المدينة حنعمروها بإذن الله. ليبيا بالكامل عندنا مو. نعم. ما يسألني إذا سمحت، إذا كان لديهم تنسيق أو معلومات من البلدية ما نبيش نحكي عليهم، حاول مثلا كل مبنى كان فيه كم شخص وبالتالي يسهل عليهم البحث عن جثث. المصراتة، طرابلس، تاجورة، الزاوية، بنغازي، جدابية، المرج، البيضة، ما نبيش نحكي على طبرك. أنا نبي نحكي على ناس في أقصى الجنوب، في تجرهي، طيب، في الأصابعة، في وادي زمتة. بما أنك أنت من أهل هذه الديرة، الآن عندك أي معلومة أو إحصائية ربما من بلدية درنا؟ هذا المنزل اللي إحنا فيه في تقريبا 6 غرف، المنازل كلها طوابق، عندك إحصائية كم عدد السكان اللي يسكنون هذه المنازل؟ سكان الحي الأحياء من المنطقة الممتدة تقريبا من بداية حي باب طبرق ما بعد جامع الصحابة بكيلو ونص إلى ما يقارب مدرسة عزوز، بالتقريب بالإحصائيات من 10 سنوات ما بين 42 ألف تقريبا على 42 ألف.
لان هذا هو المجال الحيوي للمدينه، هذا مجال الحيوي للمدينه. اذا هذا 42000 راح اجي على رقمك، اذا هذا 42000 ال 42000 اللي تتكلم عنه من هناك لهنا ما عاد في اراضي، ما عاد في اراضي. انا احكي لك منتهيه الصوره ما في الصوره منتهيه، الصوره منتهيه، ولكن ما في منازل، ما في منازل، ما في بشر. ما اضيق العيش لولا فسحه الامل ان شاء الله، ما اضيق العيش لولا فسحه الامل. بلادنا قاعدين فيها وحنعمروها باذن الله، وحترجع بسواعدنا بسواعد الليبيين، كل العالم معنا باذن الله، ترجع بلادنا راجعه. بلادي وان جارت علي عزيزه، واهلي وان ظنوا علي كرم. شكرا مايس، نشكرك ونشكر ضيفك. حديث أهالي درنا، وهذه هي مشاعر أهالي درنا. أريد أن أسألك، يعني أنت كنت متواجدة في تلك البقعة الساعات الماضية بأكملها، وحولك فرق الإنقاذ من كل الجنسيات ومن كل الدول، هل أثناء وجودك تم انتشال جثث فعلا اليوم؟ هل ما زالت الجثث؟ أريد أن أريك الآن 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 هذه الآن إن كنت ترين هذه. نعم. فرقة إنقاذ تدخل إلى المنطقة، من يلبسون أحمر، فرقة إنقاذ وأخرى معهم معقمين، لكن حتى الآن أنا أتواصل مع الفريق الروسي الآن متواجد هنا، من يبحث من الصباح حتى الآن هو ينتشل الركام، هو يحفر في الأرض لإزالة الركام. الساعات طويلة لانتشال جثث. أمس أنا كنت مع الفريق الجزائري 9 ساعات، في خلال 9 ساعات تم انتشال جثتين، وهم يعملون على مدار 24 ساعة. فرق الإنقاذ الدولية جميعها تعمل على مدار 24 ساعة. نعم، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات والتفاصيل. موفدة الحدث مايس الحربي، كنت معنا من درنا. من القاهرة ينضم إلينا عدنان حزام، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أفريقيا. أهلا بك معنا على شاشة الحدث. نبقى في لو تضعنا في الصورة حول الجهود، الأرقام التي تصل إليكم، إذا كانت عمليات كل الجهود منصبة على عملية انتشال الجثث، أم أن ربما حتى الآن ما زالت المعجزات تحدث باستخراج من هم على قيد الحياة، وأيضا حول جهود غاية في الأهمية وهي منع انتشار الأوبئة الناتجة عن تحلل الجثث الملقاة في الشوارع في درنا. مع مرور أكثر من أسبوع لهذه المأساة تتكشف آثارها الكارثية التي ضربت الحجر والبشر، نتكلم عن آلاف القتلى، آلاف المفقودين، آلاف المشردين. تداعيات هذه الكارثة ضربت كل مناحي الحياة في مناطق شرق الليبي وخاصة مدينة درنا، كما أظهرتم في تقريركم والصور التي تنقلوها، الصور الحية للواقع مأساوية بما تعنيه الكلمة. لا يوجد وصف حقيقي أو وصف يمكن أن يعبر عن مأساوية هذه الكارثة. هناك جهود ما زالت في عملية انتشال الجثث. ما نوع هذه الجهود؟ يعني لو تعطينا مزيد من التفاصيل. جهود مترجمة على أرض الواقع، كيف؟ طبعا في مثل هذه الحالات وهذه الكوارث يكون هناك الجهود الإنقاذ ونقول إخلاء الجثث، وجهود التي هي الجهود التي نحن في اللجنة الدولية للصليب الأحمر نركز عليها، وهي جهود الإغاثة. نتكلم عن آلاف المشردين نتيجة لهذه الكارثة، كذلك جهود إخلاء الجثث لما لها من نقول آثار سواء على الصحة العامة أو كذلك على أن يعرف ذويها مصيرها. فهذه الجهود مستمرة بالتوازي، سواء جهود إخلاء الجثث من المناطق ومن تحت الركام، وكذلك جهود الإغاثة وإيواء المتضررين من هذا الفيضان. طيب، هل بدأتم في تسجيل أو أتتكم تقارير حول وجود بالفعل أوبئة أو أمراض معينة بدأت في الظهور والانتشار؟ هناك تقارير تحدث بهذه الخصوص، ندعها للمتخصصين وكذلك السلطات المحلية الموجودة على الأرض، هي من تحكي الواقع. ولكن في مثل هذه الحالات وكذلك عندما يكون هناك نقص في المياه النظيفة وحصول الناس على المياه، توجد هناك ترتبات على الصحة العامة وكذلك صحة القاطنين المنطقة.
إذا أردت أن نتحدث اليوم عن الاستجابة الإنسانية هي في نقول هي جهود طيبة، ولكن يجب أن يكون هناك المزيد، خاصة ونتكلم عن تداعيات قد تظل لأشهر والله أعلم كي إذا تستمر. هناك احتياجات كبيرة جدا لتقديم العون للمتضررين من هذا الفيضان، سواء على المستوى الإغاثي، وكل الإغاثي لأنه نتكلم عن آلاف الأسر المشردة اليوم. هناك واقع جديد للأسف الشديد يعاني منه الآلاف، يريد هناك احتياجات على المستوى الغذاء، على المستوى الصحة، الكهرباء وغيرها من الاحتياجات الأساسية التي يحتاجها الذين تضرروا من هذا. أعود مرة جديدة لموضوع الأوبئة والتخوف منها، وإذا ما كانت سجلت حالات مؤكدة أصيبت بأوبئة ناتجة عن تحلل الجثث وتواجدها على الأراضي، وأيضا فيما يتعلق باحتواء هذا، نحن كنا نقلنا منذ قليل صور لسيارات كانت تقوم برش يعني مواد لتكافح هذه الأوبئة، هل لديكم أيضا ما يمكن أن تطلعونا عليه في هذه النقطة؟ طبعا في هذا الجانب هذه السلطات هي من تقرأ الواقع نقول بأكثر مصداقية، فهي الآن كجهد طيب في عملية تعقيم تلك المناطق، وهذا يصب في الصحة العامة للناجين والذين ما زالوا قاطنين تلك المنطقة. طبعا هذه الكوارث وهذه التداعيات أثرت بشكل كبير على الصحة العامة، فمن المنطقي أو من المرجح أن يكون هناك حالات سواء على المستوى التفشي بعض الأمراض، ولكن ندعى هذه الأشياء للأيام القادمة لتتكشف أكثر قبل أن نصل إلى نقول إلى نتائج لا يمكن قياسها في الوقت الحالي، ونركز على الجهود الإغاثة بجميع تفاصيلها. الذين استطاعوا بالفعل الخروج وهم على قيد الحياة من درنة، أين تم تسكينهم؟ وماذا أيضا عن الخدمات المحيطة بالمناطق التي تم تسكين المشردين فيها؟ طبعا هناك مراكز إيواء تم إنشاءها من قبل سواء السلطات أو كذا. كم تبعد عن درنة؟ تقديراته هو حتى هناك مناطق إيواء داخل قريبة من المناطق التي لم تتأثر بشكل كبير في درنة. هناك أجزاء ما زالت فيها قاطنين وناس يسكنوها، ولكن للأسف نقول وضعهم المعيشي سيء للغاية ويحتاجون إغاثة وكذلك المساعدة. ولا ننسى أن درنة عانت من صراعات سابقة، وهناك مخاوف أيضا من الألغام والقذائف التي لم تتفجر بعد من آثارها على حياة سواء المنقذين أو كذلك قاطني المنطقة أو من ظلوا فيها. هل كان في مشكلة حول عدد الأكياس التي يتم تغطية الجثث بها؟ هل تم التعامل مع هذه المشكلة؟ نحن في اللجنة الدولية للصليب الأحمر زودنا أكثر من 5000 كيس للجثث، وهناك المزيد في هذا الجانب. طبعا مع هذه الكارثة وعدد الضحايا التي تختلف الأرقام حتى هذه اللحظة أو لا يوجد أرقام مؤكدة، طبعا الاحتياجات مثل هذه الأكياس واردة. لكن هل لديكم أرقام تقريبية حول عدد الجثث التي تم انتشالها بالفعل؟ للأسف الشديد لا يوجد هناك التي تم انتشالها بالفعل، ليس لديكم عدد ولو تقريبي؟ هذا يمكن يرد عليها السلطات التي تقوم بعملية الإنقاذ وانتشال الجثث كونها لديها الأرقام الدقيقة في هذا الجانب. شكرا جزيلا لك عدنان حزام، المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أفريقيا، كنت معنا من القاهرة. إذن مشاهدينا نحن معكم في هذه الصور المباشرة التي كما نلاحظ فيها عمليات لفتح الطرق وشق الطرق أمام إدخال المساعدات وإدخال فرق الإنقاذ أيضا، وكنا نقلنا لكم العمل فرق الإنقاذ أكثر من فريق من أكثر من دولة يعملون في تلك المنطقة على انتشال الجثث. كما تبدو في هذه الصورة معظم الأبنية هي منهارة بالكامل، هناك منسوية تماما بالأرض، وتظهر طبعا في هذه الصور كما نلاحظ
عمليات لشق طرق فرعية وأيضا إزالة الركام في درنة للتسهيل على إيجاد انتشال مزيد من الجثث للتعامل معها في درنة. في لقاء مع الحدث قال وزير الصحة الليبي عثمان عبد الجليل إن عدد الضحايا حتى الآن في مدينة درنة وصل لأكثر من 3280 قتيلا، في حين يبقى عدد المفقودين غير معروف بسبب الدمار الذي شهدتها المدينة. وانتقد وزير الصحة تصريحات مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة التي حددت حصيلة ضحايا الفيضانات بأكثر من 11 ألف قتيل وعشرة ألاف مفقود، مؤكدا في مؤتمر صحفي عدم علمه بمصدر هذه الأرقام التي تثير هلع الناس. أعداد الوفيات تزداد كل يوم. اليوم بيكون 3283 ومع أعداد المفقودين طبعا مازال يعني غير معروف حقيقة، ولكن هو بالتأكيد عدد كبير من حجم الدمار اللي موجود داخل المدينة واللي شاهدناه. من بنغازي ينضم إلينا الدكتور فرج زيدان الاستراتيجي الليبي، أهلا بك معنا على شاشة الحدث. لماذا هناك تضارب في أعداد الضحايا ما بين ما تقول الحكومة في ليبيا وما تقوله المنظمات الدولية ومنها الأمم المتحدة، الصليب الأحمر، الهلال الأحمر وغيره؟ بداية تحية لحضرتك ولكل السادة المشاهدين. من الطبيعي جدا والواقعي أن من يوجد على الأرض تكون أرقامه دقيقة وهو موجود في عين المكان، وبالإضافة إلى ذلك من حيث اختصاصه كوزارة صحة مكلفة من قبل البرلمان، ومن الطبيعي أن الجهات التي تكون بعيدة عن الأرض ستكون تقاريرها غير دقيقة. أضف إلى ذلك هو عدم تواصل بعثة الأمم المتحدة مع وزارة الصحة الليبية، ونحن نستغرب هذه النقطة. إذن الطبيعي للأمور أن دكتور فرج إذا كنت سمعت لضيفي منذ قليل وهو من الصليب الأحمر يقول بأنه تم توزيع أكثر من 5000 كيس لدفن وتغطية الجثث حتى الآن. هذه مخزونات أستاذة، هذا مخزون استراتيجي بالنسبة لعدد الضحايا التي لربما من المرشح أن يتم استكشافها، خاصة وبأن هناك توقعات بأن عملية البحث قد تمتد لأشهر. لكن نحن الآن نتكلم عن ضحايا، نتكلم عن جثامين، عن أجساد، نتكلم يعني هذه هي الحقيقة الآن. وزارة الصحة كجهة مسؤولة الآن لا تعلن إلا بعد أن يتم الوصول إلى هؤلاء الضحايا أو الجثامين الآن ويتم التعرف عليهم. صحيح، ولكن أو السؤال هي ومن ثم ستعلن عن هذه الأرقام. فرج، الكل يتمنى أن تكون أعداد الضحايا قليلة، أقل بكثير حتى مما يقال من أي جهة كانت، ولكن ما المشكلة في أن تنعكس الحقيقة على الأرقام، أنه يكون هناك في واقعية، أن يكون هناك في شفافية في إعطاء أرقام ولو يعني مقربة قريبة من العدد الحقيقي؟ عمدة المدينة نفسه كان قد قال بأنه الجثث عددها 5000. أحد السكان المدينة ظهر معنا وقال نحن نتمنى أن لا يزيد عدد الضحايا عن 15000 شخص. وبالتالي أين المشكلة في الشفافية وقول أرقام تكون قريبة من الواقع؟ الكل يتمنى أن يكون أرقام الضحايا أقل بكثير من أي جهة. هذه كارثة طبيعية في النهاية. نحن الآن نتكلم عن توصيف حقيقي. أنا هنا يعني للتوضيح فقط، لا أتكلم دفاعا عن الحكومة، ولكن أتكلم من حيث ما هو صحيح الآن. أن بغض النظر عن الكلام وعن الأمنيات التي يطلقها رجل الشارع العام أو نطلقها نحن، بغض النظر عن كلام عميد البلدية بالتأكيد، لكن هو اختصاصه خدمي ليس متعلق بمسألة الجثامين والاختصاصات المتعلقة بوزارة الصحة. وزارة الصحة الآن لديها غرف عمليات مشتركة مع الهلال الأحمر، وهناك اجتماع يعني أعتقد أشرتم إليه في تقريركم أستاذة بوجود عناصر من الهلال الأحمر متواجدين في عين المكان، والهلال الأحمر لديه تواصل مع الصليب الأحمر.
الحقيقة هي موجودة. وزير الصحة المكلفة من قبل البرلمان ليس من قبيل الدفاع عنه، الآن يقوم بمؤتمرات صحفية يعني شبه يومية في نهاية اليوم. لكن البعض يتخوف من أنه الأعداد القليلة حينما يتم الحديث عن أعداد قليلة مقارنة بما يحدث على الواقع أن ينعكس ذلك على المواد المقدمة والفرق الإنقاذ التي المطلوبة والحاجة إلى مزيد من الدعم والمعدات وإلى ما ذلك. أولا فيما يتعلق مسألة الاستكشاف، هذه الأغلبها تتم من قبل الفرق الدولية، الفرق الدولية من كافة من غالبية دول العالم الآن، ومن ثم وزارة الصحة في نهاية الأمر لا تتعامل إلا بعد أن يتم الوصول إلى هذه الجثامين من قبل الفرق الدولية حسب ما هو متاح. وأنا أعتقد الأستاذة ميس الحربي تكلمت بشكل دقيق في إطار تقريرها عن صعوبة عمليات الكشف، أما عمليات الإغاثة، عمليات يعني الأكياس التي تأتي لحفظ الجثامين، هذا من المتوقع بحيث تكون مخزون استراتيجي لعملية ستدوم وقت طويل. ووزارة الصحة في نهاية الأمر لا تقوم بالإعلان إلا بعد الوصول إلى يعني على هذه الجثامين من فرق الإنقاذ الدولية والتعرف عليها. وما مصلحتها الآن في عدم الشفافية؟ ما هي المصلحة في ذلك؟ بالعكس، الآن في إطار دعم شرعيتها الآن ستتعامل بكل شفافية، وأنا أعتقد كل الأنظار الدولية والقنوات الدولية هي موجودة بعين المكان، فلا يستطيع أحد أن يخفي شيء الآن أستاذ. لكن نحن نستغرب أن الأمم المتحدة الآن سامحيني يعني نستغرب أن الأمم المتحدة وهي غير موجودة على الأرض الآن تتكلم بشيء يفتقد إلى المهنية، تعلن عن أرقام بدون التواصل مع وزارة الصحة. هي أعلنت عن أرقام يعني هناك تقريبية من الهلال الأحمر في ثواني مع المنظمات الهلال الأحمر الليبي. نعم حتى الهلال صحيح حتى الهلال الأحمر الليبي أصدر بيان انتقد فيه الأمم المتحدة وبأنها تكلمت على لسان الهلال الأحمر، وهي ما نحن نستغرب عدم المهنية من قبل جهة أممية دولية يفترض أنها تكون يعني مصدر دقيق ومصدر موثوق، وبناء على هذه الأرقام التي تقدمها البعثة المجتمع الدولي يقوم بالمساعدات وتقديم الإغاثة. فنحن نستغرب كل هذه وهي غير موجودة على الأرض تماما. متى من المفترض باعتقادك بعد كل هذه الأيام يعني أن يتضح حجم الكارثة بالنسبة للأعداد، سواء مفقودين، قتلى، مشردين وغير ذلك؟ نحن نرى في هذه الصور منازل طوابق بأكملها منهارة ومسواة بالأرض، حتى لا نعلم العدد الحقيقي لمن كانوا يسكنون في كل تلك الأبنية التي نراها الآن، وبالتالي يعني لا يسهل ذلك أبدا على عمل الذين يحاولون انتشال الجثث من هذه الأبنية. متى من المتوقع باعتقادك أن تتضح الصورة؟ نحن بعد أسبوع تقريبا من الكارثة وأكثر. يعني ليس لدينا الآن إلا الحديث عن الأرقام الجثامين أو الجثث أو المفقودين أو حتى الناجين الذي تتعامل معهم فرق الإنقاذ. المسألة تتعلق بمسألة بحث ومسألة استكشاف، وهي مسألة تزداد صعوبة كل يوم أصعب. يعني الآن تكلمت أستاذة ميس الحربي قالت أن هناك فريق تابعته أعتقد الفريق الجزائري، قالت على مدار حوالي أكثر من 8 ساعات أو 10 ساعات لم يعثر إلا على جثتين، بخلاف الأيام الماضية كان من السهل جدا استكشاف جثة تعوم على 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 سواحل البحر أو يتم رؤيتها أو حتى يعني من كلاب الأثر التي تقوم بالبحث. الآن أصبحت المسألة صعبة، ومن ثم لا يوجد إجابة إلا من خلال ما تتحصل عليه من فرق البحث الدولية في هذا المجال. نعم شكرا جزيلا لك دكتور فرج زيدان الاستراتيجي الليبي، كنت معنا من بنغازي.
سمعنا الانفجار دخل على منطقة البلاد، الناس طبعا رادة، الأغلبية كانت نايمة، فهمت؟ ما فيش حد كان مستعد، لكن الله غالب شيء صار. نبيدي بالنسبة لي أنا على جنب الوادي بالضبط على الطريق الرئيسي متاع الوادي مقابل مسجد الصحابة، فقط منزل العائلة كاملة، نحن جيران بعضنا، عرفت؟ عدة منازل جنب بعضنا، عائلة سقيق، فقدنا لعنته 30 شخص، 30 شخص من عائلة واحدة، ما لقيناش ولا واحد إلى الآن. So I cannot really confirm the final numbers, but it's really a high level magnitude, and I'm afraid we will hear really large numbers, maybe even more than what has been confirmed so far. So priority areas are shelter, food, key primary medical care, because of the worry of cholera, because of the worry of taint, you know, particularly in Libya, the worry of lack of clean water. نبي خوي ونبي عويته، نبي نحقهم، نبي ندفنهم، وكلام اهم قاعدين تحت التراب، راح ناس في المويه وناس تحت التراب. رجل واحد للظروف خلاص، والله يبقى لف إلى ربك. تشيل أنت ليبي مقصود قدامك تبكي، ما تقدرش، لكن الله غالب تبي تتحمل وتشيل. يعود الطلاب المغاربة إلى مقاعد الدراسة في المناطق المنكوبة اليوم بعد نحو 10 أيام من الزلزال الذي ألحق أضرارا متباينة بالمدارس، وقد لجأت الحكومة إلى إقامة خيام مجهزة بجميع التجهيزات التربوية الضرورية لتمكين تلاميذ المناطق المتضررة من الزلزال من متابعة دراستهم، وفتحت المؤسسات الإيوائية والمنظمات المدنية والخيرية لتلاميذ القرى النائية البعيدة عن المؤسسات التعليمية من أجل مساعدتهم على استكمال دراستهم خاصة الثانوية. من أقليم شيشاوا ينضم إلينا مراسل الحدث عادل الزبيري. عادل، إليك خاصة فيما يتعلق بكيفية عمل واستئناف الدراسة بالنسبة للأطفال الذين هم كانوا في المناطق التي تضررت بشكل كبير من الزلزال. نعم ضحى، نحن على الطريق نغادر بعد قليل إقليم شيشاوا في اتجاه إقليم الحوز، وقفنا في هذه القرية المنكوبة أيضا بالزلزال، وسنسأل أحد شهود العيان هل عاد أبناؤهم إلى المدرسة وكيف هي عملية الاستئناف. سيدي السلام عليكم، مرحبا بكم معنا، نتعرف عليك، واش رجعوا الوليدات إلى الدراسة في هذا اليوم عندكم هنا في القرية؟ واش رجعوا للمدرسة ولا رجعوا في الخيام؟ شكرا قناة الحدث اللي شفناها غطات الفاجعة هذه. أنا يوسف الشرع من دوار دار كيما جامعة آسيف المال، فاعل جمعوي. بالنسبة للتلاميذ المدرسة استأنفات الدراسة اليوم، تقريبا التلميذ كلشي مشى للمدرسة تيقرا، هادشي اللي كاين بالنسبة للتلاميذ. الحمد لله دابا استأنفت الدراسة في المدرسة العادية ولا في الخيام؟ وكي حسيتوا هاد الصباح وانتم كتديو وليداتكم، مرتاحين لهذا القرار ولا مازال الخوف؟ لا الحمد لله، بالنسبة للمدرسة مشينا درنا واحد
طلال تما واحد البلاصه المدرسه، المدرسه زعما مزيانه ما فيهاش لا تسطعات لا شق الحمد لله. وحتى بالنسبه للسيد المدير قام بواحد سميتو للناس وهضر معهم باش يرتاحوا، والحمد لله دابا بعدا رجعنا للحياه شويه بشويه، تدريجيا كنرجعوا للحياه العاديه الحمد لله. هاد العوده للحياه العاديه الان كتقيموا في خيام، شنو اللي متوافر، شنو اللي ناقصكم؟ وحنا الان كنعيشوا الاسبوع الثاني بعد الفاجعه، بانوا لي ايضا عندكم المنازل متشققه ومتصدعه في هاد القريه. بالنسبه للمأونه الحمد لله توصلنا بها، وكنشكروا من هذا المنبر هذا السلطه المحليه اللي قايمه بالواجب بالنسبه للمأونه توصلنا بها. دابا بقينا الخيام حيت هنا الديور غير صالحه للسكن بتاتا، في التسطعات وش فيها الشقوق غير صالحه للسكن، ومره مره كتجي هزات ارتداديه، الناس خايفين. دابا الناس ما كيسكنوش في الديور نهائيا، وعندنا الاشكال ديال الخيام دابا وقت البرد هادي والشتاء راك شي الجو كيداير، هذا هو الاشكال اللي عندنا، هو الخيام والاغطيه. شكرا سيد الكريم. إذا ضحى نفس الإشكال يعاد من جديد، إشكال الخيام ونقصها، رغم الاعتراف بالشهود العياني من كل القرى المنكوبة المغربية بالمجهود المبذول من السلطات. هنا في هذه القرية الأهالي يرحبون باستئناف التلاميذ دراستهم، لأن هذا من المرتقب أن يخفف عن التلاميذ البقاء في أجواء العائلة والحزن، وأيضا ينقلهم إلى عوالم أخرى تمكنهم من استئناف النشاط الدراسي وتفريغ ما بداخلهم من قصص وصور. نعم ضحى، كل ما نتحدث عنه ويحدث عادل يتعلق بحلول وقتية، ربما في المداخلات القادمة نتحدث معك أيضا حول ماذا بعد الزلزال وكيف يمكن أن تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه قبلها. أشكرك على كل هذه المعلومات والتفاصيل، مراسل الحدث عادل الزبيري كنت معنا من إقليم ششاوة. من الرباط ينضم إلينا الدكتور فؤاد شفيق المفتش العام للشؤون التربوية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، أهلا بك معنا على شاشة الحدث وفي استوديو الحدث. نتعرف منك دكتور فؤاد على الجهود التي تبذل الآن لعودة الدراسة، كم عدد الطلاب الذين تضرروا في المناطق المنكوبة وكيف يمكن التعامل مع هذه المرحلة؟ شكرا على هذه الاستضافة. الجهود التي بديت خلال الأسبوع الماضي يمكن تلخيصها في 4 عمليات كبرى. العملية الأولى كانت هي إحصاء المؤسسات التعليمية التي إما تهدمت بشكل كامل أو بشكل جزئي ولكن لم تصبح قابلة للاستعمال، أو التي تهدمت فقط وبقيت بعض القاعات وبعض الفصول قابلة للاستعمال. الأمر الثاني كان هو الاشتغال مع حوالي 150 من المساعدين الإنسانيين والاجتماعيين الذين اشتغلوا خلال طوال الأسبوع في الدواوير من أجل فتح نقاش مع الأسر ومع الطلاب. وأنتم تعرفون أنه في وضعية المظلومين يكون فتح هذا النقاش أمر مهم وضروري من أجل العودة إلى الحالة الطبيعية. هل لديكم إحصاء دكتور فؤاد بعدد المدارس التي انهارت تماما وبالتالي يتم يعني استبدالها بأماكن مؤقتة للدراسة، وحتى عدد المدرسين والمدرسات الذين يعني لقوا حتفهم في هذا الزلزال؟ نعم، استبدال المدارس التي تهدمت بالخيام أو بوحدات يتم تركيبها هذا حل من حلول ممكنة، ولكن هناك حلول أيضا أخرى. فمساء أمس تم تحويل حوالي 6000 طالب من إقليم. لم أسمعك بوضوح دكتور فؤاد، لو تعد الجملة الأخيرة إذا سمحت، الصوت كان يتقطع. تم تحويل أزيد من 6000 طالب في التعليم الثانوي من إقليم الحوز المتضرر إلى ثانويات داخلية في مدينة مراكش، وقد استأنفوا الدراسة صباح اليوم. بمعنى آخر أن هناك حلول يتم إعمالها في دواوير وفي المناطق المنكوبة باستعمال الخيم وباستعمال الوحدات التي يتم تركيبها كفصول دراسية، وهناك حلول أخرى وهي حلول تهم أساسا طلاب التعليم الثانوي و
بعض المؤسسات المتوقفة يدرس بها أزيد من 1500 طالب، فقد تم تحويلهم على داخليات ثانويات موجودة في مدينة مراكش كي يستأنفوا دراستهم مع زملائهم في هذه المدينة. بطبيعة الحال إحصاء الوفيات سواء في صفوف التلاميذ الطلاب أو في صفوف المدرسين لا زال جاريا على قدم الوثاق، لأن عملية دفن الموتى كانت تتم بأسماء وليس بالمهن. الآن وزارة التربية الوطنية هي في وضعية تحقق من عدد الوفيات، عدد التي تحققنا منها إلى حدود الأسبوع الماضي هو 7 وفيات، ولكن ربما أن هذا العدد سيتغير عندما نقوم بإحصاء جميع المدرسين عند التحاقهم بمؤسساتهم خلال هذا الأسبوع. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور فؤاد شفيقي المفتش العام للشؤون التربوية بوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي، شكرا جزيلا لك. شن الجيش السوداني هجوما مدفعيا على مواقع لقوات الدعم السريع في العاصمة السودانية الخرطوم ومناطق شرق النيل، كما أطلق الجيش السوداني بقاعدة كري العسكرية شمال أم درمان قذائف صاروخية متتالية على تجمعات الدعم السريع، فيما تتواصل الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، وتبادل الطرفان الاتهامات بحرق مؤسسات وهيئات حكومية وسط العاصمة الخرطوم. ينضم إلينا من القاهرة ماهر أبو الجوخة عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، أهلا بك معنا على شاشة الحدث. كيف تتابعون أو ما تفسيركم لهذا، يعني هذه المواجهات المحتدة بين الجانبين؟ الصراع متواجد منذ أشهر، ولكن في الأونة الأخيرة يبدو أن التوتر يتصاعد بشكل كبير بين الجيش وقوات الدعم السريع. طيب شكرا جزيلا نهارك سعيد وعلى كل المشاهدين والمشاهدات الكرام. طبعا هذا التصعيد ويتسق فعليا مع المؤشرات العامة التي أبداها الطرفين خلال الأسبوع الماضي، وخاصة بعد خطاب قائد الدعم السريع الذي أشار فيه أنه قد يلجأ لتكوين حكومة موازية في الخرطوم إذا ما قام الطرف الآخر بتكوين حكومة تصريف أعمال وحكومة أمر واقع في بور السودان. لذلك هذا التصعيد هو فعليا هو جزء من هذا الصراع، جزء من تحسين المواقع والمواقف السياسية والعسكرية، هذا كان أمر طبيعي. لكن في خاتمة المطاف طبعا هذه الحرب هذا الصراع هو حرب عبثية غير مجدية، في الآخر سينتهي هذه الحرب في طاولة التفاوض. ما يحدث الآن هو فعليا هو محاولة تحسين الأوضاع على الأرض، لكنه لن يغير من حقيقة الأشياء بأن لا خيار ولا مجال إلا سوى إنهاء هذه الحرب العبثية بالتفاوض. قد تستغرق هذه الحرب بعض الوقت، قد تطول بعض الوقت، ولكن فعليا كل استمرار لها سيكون الخاسر الأكبر هو البلاد، الخاسر الأكبر هو العباد. وما شاهدناه في اليومين الماضيين من استهداف للمنشآت والمباني الحكومية وحرقها وتدميرها هذا جزء من فاتورة هذه الحرب، وهذا عنوان عبثيتها الأبرز بأن هذه الحرب هي في خاتمة المطاف لا تحقق أي شيء سوى الخراب والدمار. ولذلك نحن في تقديرنا منذ البداية أن هذه الحرب حرب عبثية يجب أن تتوقف، وكل ما يمر يوم. ولكن هذه الرؤية موجودة منذ بداية هذا الصراع، لماذا لم تترجم حتى الآن على الأرض؟ يعني لماذا حتى الآن لم يدرك أي من طرفي الصراع بأنه سيذهب إن آجلا أم عاجلا إلى طاولة مفاوضات؟ نعم، لأن كلا الطرفين في بداية هذا الصراع كل منهما توقع أن هذه الحرب ستكون حرب بجولة خاطفة ستنتهي في غضون ساعات، وخاصة الطرف الذي بدأ، نحن بالنسبة لنا الطرف الذي بدأ هذه الحرب وتورط فيها بشكل رسمي هو حزب المؤتمر الوطني وحزب الرئيس البشير المحلول ومجموعاته وكتائبه وغيرها. بالتالي هذه المجموعة هي ظنت بأن هذه الحرب ستنتهي في خلال ساعات أو في يوم أو يومين، وبالتالي لم يعد لديهم خيار سوى أن يضعوا ظهورهم على الحائط ويقاتلوا حتى اللحظة الأخيرة، لأن نهاية هذه الحرب دون أن يحققوا أهدافهم السياسية والعسكرية هذا يعني بأن هذا سيكون عليهم تبعات عالية، وبالتالي هذا أيضا يتضح حتى في المواقف المتباينة داخل مؤسسة حكومة الأمر الواقع بقيادة قائد الجيش. وبالتالي تارة هي تريد أن تفاوض، تارة تريد أن تقاتل، تارة تريد أن تحدث اختراق، وهي أيضا تعطي إشارات متناقضة ومتعارضة. لكن هذا التناقض والتعارض هو ناتج من وجود مجموعة ليس لديها خيار سواء تستمر في الحرب. ولذلك رغم ما نقوله الآن و
ورغم هذه المؤشرات لا زال البعض رغم دخولنا في الشهر السادس يتوقع ويحدث الناس أن هذه الحرب ستحسم بالضربة القاضية. هذه الحرب لن تحسم بالضربة القاضية ولن تحسم حتى بالنقاط، هذه الحرب ستنتهي إلى المفاوضات. هذا ما ظلنا نقوله منذ اليوم الأول منذ اللحظة الأولى. تمضي الأمور نحو ما نقول رويدا. ما يحدث كما ذكرت لك هو تحسين مواقف، وليس في الآخر لن يستفيد منه أي طرف. طيب. ولن يستفيد منه الشعب السوداني. أنتم في المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، أين دوركم في هذه المرحلة؟ هل تعتقدون بأن لديكم أي دور أو أي تأثير أو أي ثقل في ظل صراع محتدم بين فريقين عسكريين؟ وفي خطبة المطاف طبعا البعض يعتقد أن الذي سيحسم الأمر هو الذي يحمل السلاح، لكن كما ذكرت لك فأن الصراعات حتى التاريخية في السودان هي لم تحسم بالسلاح، هي حسمت في الآخر حسمت في الإطار السياسي التفاوضي. نحن كقوة سياسية مدنية قوتنا الرئيسية هي قوتنا وجودنا ومقدرتنا على التعبير عن قطاعات واسعة من الشعب السوداني، قدرتنا وقوتنا بأن لدينا مقدرة على إقناع الشعب السوداني بوجهة نظرنا والدفاع عنها وتحويل المواقف وقيادة الناس وممارسة دورنا هذا بشكل مسؤول، بمعنى أننا نحدث الناس عما يجب أن يحدث وليس رغباتهم أو غرائزهم. وبالتالي نحن ظللنا نجاب حملة كبيرة جداً تخوينية وتجريمية، ولكن رغم ذلك تمر الأيام وتؤكد أن ما نقوله هو صحيح. وبالتالي نحن قلنا أن هذه الحرب حرب عبثية يجب أن تنتهي بالمفاوضات، قلنا أننا لا نقبل بوجود حكومة أمر واقع أو حكومتين، ولذلك موقفنا هذا هو الآن هو المسنود شعبيا وإقليميا ودوليا، وهو في تقدير الذي ستنتهي إليه الأمور في خاتمة المطاف. هذه الحرب ستنتهي في المفاوضات. شكرا جزيلا لك ماهر أبو الجوخة عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، كنت معنا من القاهرة. تطيرتنا متواصلة للأحداث خاصة كارثتي فيضانات ليبيا وزلزال المغرب، إضافة إلى أهم الأحداث في المنطقة، ونعود ألقاكم على رأس الساعة المقبلة إن شاء الله. إلى اللقاء.
أهلا بكم مشاهدينا إلى الساعة الثانية من استوديو الحدث. مع دخول عمليات الإنقاذ في ليبيا أسبوع الثاني، تواصل فرق الإنقاذ انتشال عشرات الجثث رغم ارتفاع الأمواج قبلة السواحل درنة، ورغم تراجع آمال العثور على ناجين. وفق ما نقلت مصادر إعلامية ليبية من فرق الإنقاذ، فإن عددا كبيرا من الجثث منتشرة على شواطئ درنة أغلبها متحلل، فيما يعرقل ارتفاع الموج جهود انتشالها. وجد الليبيون الذين جرفت الفيضانات منازلهم في درنة أنفسهم محاصرين بين مطرقة البقاء في المدينة وتحمل نقص المياه واحتمال إصاباتهم بالعدوى وسندان الفرار منها عبر مناطق جرفت الفيضانات ألغاما أرضية إليها. المباني والحي اللي هم نحن نقول الفلاح والشيخ يعني رد المكان الوادي زي ما خلقها ربي من ألف سنة، فهمت؟ عبارة عن كهوف وحجارة صماء، فهمت؟ وميتة، نعم، يعني الحياة اللي في مجرى الوادي ما عادش في حياة. جرداء، منطقة جرداء كمدينة ما عادش فيها، ما عادش يعني نحن بروحنا تو الناس اللي ساكنين فيها وكنا عايشين فيها ومتربين فيها وترعنا فيها، يعني كرهنا المكان وكرهنا اللي جد عليها، يعني ما عادش في حاجة تخليني نتعلق بيها. ونبقى في درنا مشاهدينا مع مفادة الحدث ميس الحربي. ميس، إليك ومزيد من التفاصيل وأي تطورات تكون رشحت عندك. أهلا ضحى، أنا الآن في درنا بين أهالي درنا بين ساكنيها. لم أتجه إلى الأرقام من الجهات الرسمية أو المتطوعين أو المنظمات، اتجهت إلى درنا للحديث مع أهاليها، وهو أبلغ الحديث أن يكون منهم يأتون هنا. طبعا هذا أهالي درنا هنا معي، أهالي المناطق المدمرة، سأتحدث معهم بالتفاصيل كيف حدث، كيف حدثت القصة، من تدمر. أختي لو سمحتي ممكن تتفضلين معنا، ممكن تتفضل معنا. طبعا معي الأول الرائد فتحي مغيب الكريمي، رئيس قسم هيئة السلامة الوطنية درنا. أنت من أهل درنا ورئيس قسم هيئة السلامة الوطنية في درنا، وين هيئة السلامة الوطنية عن اللي صار بدرنا؟ طبعا نحن وكبنا الأمر وكنا في حالة طوارئ،
واستعدينا، لكن إمكانياتنا أقل، مش إمكانيات بكل، أقل من معدومة، يعني إمكانيات ضئيلة بكل. تتركز عبارة عن في 4 سيارات إطفاء وسيارة إنقاذ، وليست لدينا سيارات تدخل سريع، وليست لدينا أي إمكانيات بالخصوص. ولكن يوم الحادثة تمكننا يعني الحمد لله من الحصول على 4 إطارات، لأن السيارات كانت في وضع متهالك، ونحن لنا فترة مكلمين معهم، لكن ما جابونش لنا إلا على أيام اللي صار فيها الإنذار على الإعصار. بعد ما ركبت طلعت على المغرب بجميع السيارات، خذينا برمة على الوادي، وكان الأمر أمن اللهم بارك. كيف خذيتوا برمة وأصلاً كان كالسيل؟ لا، ما كانش السيل، ما جاش إلا الساعة 3 في الفجر، وبالتالي تحركنا بجميع قواتنا وتركزنا إلى أن ممكن من بعد المغرب بدأت الأمطار بقوة. فطلعنا لما على مستوى السد، كفنا على الأهالي في وادي درنا، طلعت إحدى السيارات تنظر في الناس وتقول لهم أخرجوا، مش خوفا أن السد ينهار، لا، بس ارتفع منسوب السيل وخفنا على الأهالي. وطلعوا الأهالي ولا كانوا حريصين يقعدون ببيوتهم؟ والله الأهالي الأغلب أنه استهزأ على الموضوع واعتقد أن نحن مبالغوا، فالأغلب أنهم إيش، ما طلعوش، في الأغلب أنهم قعدوا في الانهيار. فحدث طبعا انهيار السد الأول. انهيار السد الأول كان قوي، هو السد الكبير، فلما انهار طلعها بقوة خرسانات مسلحة، خبطت في السد الثاني، كانت كلها نظام قنبلة، كانت عمارة تخفها من تحت تجرف فجرف. نحن رينا بأم عينا عمارات يتحركن، الناس نظام يوم القيامة. فطبعا كنا نحن في نطلعوا في اعضاء من كتيبه 166 كرتنا شخصيه، معي مجموعتين، معي عبد اللطيف الحرير حتى هو في مجموعه، وانا كنت في مجموعه، وانا سيارتي غرقت في السيل، واخرجني عبد اللطيف، رغم اني معطي تعليمات ان ما يخرجناش، لان نحن كنا هلكنا، نحن السياره خرجنا السيل للبحر، ولكن عبد اللطيف طلعنا. وكانت عندي سيارات وحدات اخرى في صار امام اعينكم ناس ماتت، كل حاجه قدام عيوننا، كل حاجة عارفة. نحن ما نقدرش نركض، نحن قاعدين في وضع سيء جدا جدا، ومدمرين نفسيا هيئة السلام الوطني. وبعدها نحن رجينا نجينا هيئة السلام الوطني من طرابلس، ورجينا طبعا نحن نشتغلوا، ما نرجوش نشتغلوا، نطلعوا في الجثث والناس وحدكم ولا معكم احد؟ الواحد من البداية بدينا نشتغلوا لوحدنا، ومعنا كتيبة 166 كانت الحق لها دور كبير، وكانوا متدخلين بقوة واندفاع، لكن نحن الموقف كان أكبر منا، وكانت إمكانياتنا قليلة، وكانوا العسكريين، واحد من العسكريين اللي معي أهله ما تكل، معي قاعد معي في نفس الغرفة ومسك معانا وفي السيارة ويشتغل، أهله ماتوا ولا لقى منهم حتى حاجة منهم. طيب أنتم هيئة السلامة المدنية لدرنا، وهذول أهالي درنا، تفضلي أختي، هذول أهالي درنا، أخت وأخوها، الأخت الحمد لله بيتها ما صار في شيء، الأخو بيتها مدمر، كيف؟ بيتها أعلى الوادي وانت بيتك هنا، وش صار؟ شو القصه؟ القصه ان الساعه 3 الى 10 بالضبط خشت علينا الاميه، ولا يمكن تكون فيه اي حد يقدر يساعدك، شيء فوق الخيال، شيء هذا فوق الخيال، لا يمكن يتصدق لا بالعين ولا بالمنظر ولا. نحن الان موقفين على سوق هذا احنا واقفين تو على سوق، وهنا في مباني، هذا بدايه السوق، هذه كلها منطقة تجارية، محلات تجارية، هذا في فندق. الآن بس أرجع أنا في سجل المدني، هذه المنطقة اللي إحنا قاعدين عليها هذه مو أرض، هذا سوق. لا، سوق يسمى سوق الظلام. سوق الظلام عمره أكثر من 200 سنة، عمره أكثر من 200 سنة. هنا في سجل المدني، هنا في عمارة 8 طوابق تسمى عمارة الأوقاف، بعدها في البريد، بعدها في فندق النهضة، هنا في عمارة العوامي 8 طوابق، المكان اتجاه هذا فيه عمارة. مايس إذا سمحتي اسأليه إذا كان السجن كان فيه سجناء. ياسر الكواش، أحسن الكواش. قال سجل ولا سجن؟ مهما نوصف لك، مهما نحكي لك، لا يمكن الكنية، مهما يعطوكم من عدد برضه كذب. الآن أهالي درنا يؤكدون أن الأعداد، كم تعتقد الأعداد؟ مهما تعطيك أنت الآن أنت. أنا نقول لك فوق 40. فوق 40,000. في ناس للبحر اللي أنتم مطلعوش. لحظة، الآن الضحايا هنا فوق 40,000. معلش. أسأل. أنا متأكد من اللي شفتها فوق. فوق 40,000. في حواشين في البحر قاعدة زي ما هي بهالية، في سيارات معبية بناس ومسكرين. في البحر. هاربين. طبوا في المية، خلاص انتهت، سكرت المية في البحر. سيارات ومنازل في البحر. سيارات. فقدت أحد من مدينة في البحر. متكاملة في سيارات. مدينة. أطفالها بالكل. مدينة في البحر المتوسط. لا تصدق، نحن فتى الله عز وجل والدولة. أهل البلد هذه مستحيل، الله عز وجل والدولة، كم الخسائر لا يصدق، لا مليارات ولا تريليونات ولا أي حاجة.
أنت تتكلمي في مدينة عدد سكانها 125,000، إذا كان نحن طلعنا لقينا 80,000 الحمد لله لقينا 80,000 من 125,000. أنا ابن المنطقة هذه، أنا متربي هنا من عمري 7 سنين، عارفها بالحارة بالشارع بالبيت، كل واحد عارفه. في ناس وجهها اختفيت، أنت تو واقفة على مكان مرتفع، لو نزلتي داخل المدينة جوا تشوفي كوارث، لو طلعتي ليه ليه بننزل بس ليه كوارث وش موجود؟ ما فيش حد، شوارع حلن على بعضن، ما فيش حواشين مش قاعدات، ما فيش حد بالكل. المباني راحت في المية اختفيت معنا، يعني نحن مش مصدقين اللي صار هذا. يعني يوم الخميس ويوم الجمعة كانت دارنا مزدحمة باش بالأطفال يكسوا للمدارس، باهي كنا ندرسوا في السيارات ونمشي على كرعينا لكثرة الازدحام. وين راحوا الناس هذوم؟ الناس كلهم راحوا، أطفال فرحانين قصيت المدرسة عساس يوم الأحد نبوا نمشي للمدارس. استحالة واحد يكون نايم في بيته الساعة 3 العصر وتخش عليك المية وتشيلك، تخش عليك المية وتشيلك وانت تمشي، صدمة كبيرة. أنا بيتي هنا، أنا بيتي وأنا مش قاعد في قبل بيتي في عمارة. وين جيرانكم؟ جيرانكم موجودين؟ أقاربكم؟ الله أعلم، ما نعلموش على شيء. جيرانكم مو موجودين؟ ما نعلموش على شيء. طيب لحظة، بيوتهم أثار بيوتهم؟ لا أثار ولا بيوت، اللي قاعد الحديد يا أبله، الحديد هذا الحديد كان شيء العمارات. هذا حوس، هذا حوس سيدي، بحثنا تحت سيدي القناع على البحر، لكن عند عائلته بالكامل بحثنا في المكان ما وجدناش للأسف الشديد، لمنا مش هو المكان، لمنا المكان ترابك، القواعد مشولات من الأرض، ما فيش شيء، ما فيش أثر بكل، خلاص عمارة على 3 أدوار ما لهاش أثر، سبحان الله. يعني أمر هذه دارنا اللي يحكوا عليها دارنا زاهل شيء، فتى الله عز وجل والدولة، دارنا الثقافة، دارنا العلم، دارنا الأدب، دارنا الحضارة، دارنا الفن، دارنا المسرح. وين دارنا؟ دارنا بلاد الياسمين، دارنا بلاد الرمان، وين دارنا؟ كانت مركز للتسوق من جميع المدن، يجوا من طرابلس بنغازي كلهم الصيف عندنا هنا، فصدمة كبيرة. يعني الناس أرواح وممتلكات، مش شوية حاجة واعرة، مش شوية علينا. مايس إذا سمحتي، متى تتوقعون إن شاء الله؟ من حق في الأطفال كيف تدوم في البحر ماشيين قدامها؟ نحن نعرض على شاشتنا هذا التصريح من رئيس قسم هيئة السلام الوطنية. فقدت أمها وأخوها، فقدنا واجدنا نعزي، وكما هو قال ضيفك بأنه تم تحذيرهم ولم يغادروا. مايس تسمعيني؟ أنه كان هناك تحذيرات بأن تتركوا منازلكم. معي هنا رئيس قسم السلام الوطنية، هو حذر، خلي هنا معي هو رئيس قسم السلامة الوطنية الآخر، المواطن الذي بجانبه. لماذا أنتم حذرتم المنازل؟ لم يتم الاستجابة. حذرنا المنازل، لكن الآن هيئة السلامة الوطنية أكدوا أنهم حذروكم الآن. تفضل أنت من سكان المنطقة، تفضل. أنا أهو حوشنا، هذا مع أولاد عمي كلهم، الحواشين اللي مش موجودة أنا أولاد عمي، مع احترامي لفندي، مع احترامي لفندي، لفندي هيئة السلامة الوطنية أنا مع احترامي له، ولكن التحذير اللي كان على سكان المنطقة، احنا أنا قبيلتي وكهالي شخصيا أثناء أولاء عبودة أولاء عمومتي فقدنا 75 نفس، قاعدين ديرين مكان أنا كنت قاعدين 75 نفس هذا قيدناهم، تمام، كتحذير كدولة يعني ينفون أنهم تلقوا تحذير البحر. أو لفندي الآن ضحى الآن تم تحذير الناس يا أخوي، دقيقة الآن أنا الاسم محمد الشيخ، معروفين هنا ونحن أكثر قبيلة ضررت المنطقة دي، تمام، وكله وهل دارنا كله ضررت، والجيران والأخوة والجيران كلنا عزنا واحد، لكن تم تحذير الدفاع المدني والناس كلهم قالوا الزموا بيوتكم، وتم إخلاء حي السيدة خديجة اللي على البحر، تم إخلاء حي السيدة خديجة. طبعا نعطي المجال. أنا رتل تفضل رد 106 نحسبهم عند الله شهداء، هذوم خشوا قدامي للوادي، خشوا قدامي للوادي، وأنا سواق سيارة المطافي ورقيت العقبة الشيحة من هن. يا على جميع المواطنين الإخلاء، أنا عندي عرب نفس ما أنت ملذوع، أنا ملذوع وأنا ملذوع نفسك أكيد، كلنا يعني رنا عزنا واحد، لا إله إلا الله، والدولة مقصرة، مش لا إله إلا الله، المنطقة هذه ما جاش حد إن أخلو، الإخلاء كان في الوادي جوا وكان على البحر، كان الخوف كله من البحر. هذا الإنذار من البداية، صح، هذا الإنذار من البداية، وما شاف حسبي الله ونعم الوكيل، ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، هذا نحن إلا المنطقة. كان طبعا الإنذار من البداية كان إن البحر، بس صدق الرجل إن البحر إنه يبي يرتفع منسوب مياه البحر، فكانوا الناس اللي خايفين
الناس اللي خايفين على البحر، لكن نحن بعاد المغرب بعاد ما ارتفع منسوب المياه كان اجتهاد ذاتي من 166 ومن هيئة السلامة الوطنية بتبليغ الأهالي اللي في الوادي لأنهم لأن المنسوب ارتفع. فعبد اللطيف الشخص اللي كان موجود معنا عبد اللطيف الحرير ذهب معه راتل كامل وراء الراتل نسأله عند الله. ما الذي جعل ما الذي منع عبد اللطيف لما رجع الخروج كان في من واحد آخر اسمه بعد التحذيرات من ما الذي منعكم؟ من مطقة الطرق الآن هيئة السلامة الوطنية حذرت. أنا خليني أسألك بليز الله يعافيك، هيئة السلامة الوطنية حذرت، ليش ما طلعتم من يعني صلى على النبي. هيئة السلامة الوطنية حذرت الوادي، الوادي أنا أنت مصبية هنا تو فوق سوق الظلام، أنت مصبية في وسط المدينة، هذا اسمه سوق الظلام عمره فوق من 500 سنة، أنت خلفك أنا مسجد العتيق. الهيئة السلامة الوطنية مع احترامي لها ومع احترامي كجديد 166 كانوا مجهوداتهم لا توصف، ولكن التحذيرات كانت يا أختي ممكن أنت ما تعرفيش دارنا، هذا الوادي عرضه 40 متر، التحذيرات كانت بعد السد، افهمي كلامي، هنا في ثلاث صفات منازل، هنا في عمارة العوامي، في منزل عت النف، في عمارة الكواش، في منازل عت الكواش، منازل عت القزيري، منازل عت غفير، منازل عات العروية، عات الطرابلسي، عات الفلاح، هذا كلنا نتسحل. المنطقة هذه العوائل هذه رحلت؟ رحلت إلا أفراد معينين، كل القبيلة، مثلا عائلة العرودي، لم يبقى منها إلا واحد، عائلة الشيخ، سعدية الشيخ، سيدي رحلت كلها، ما فيش منها ولا واحد. عائلة عاد بوزيد، عائلة عاد بوزيد لم ينجأ إلا الوالد، الوالد ونيس بوزيد فقط، رحلت بالكامل. هناك هذا وادي كله الوادي السد مش أنا، كان التحذير قلت لك نحن كتيبة وكهيئة السلامة الوطنية حذر، ولكن التحذيرات لم تكن للعائلات التي هنا. والله نحكي خلينا نحكي بالعامية خير، ما كانش التحذير للعائلات اللي هنا ولا اللي غادي، كان التحذيرات وراء السد والتحذيرات على البحر. وتفضل يا فندم بس ما جاء رد. نحن اسمعي عشان نقدو لأن معنا لا حق الرد، نحن وياهم ما واقع صار واقع أليم وحسبي الله نعم الوكيل، ولكن كانت مجهوداتهم الكارثة اللي صارت أكثر من مجهوداتهم. قصدي كان عندهم اجتهادات كبيرة، كان عندهم حتى شهداء، كتيبة 166 عندها شهداء وهم عندهم شهداء، هلال أحمد دارنا عندهم شهداء، النجدة دارنا عندها شهداء، كلها عندها شهداء، المطافي هم هيئة السلامة الوطنية المطافي. فهمتي؟ كانت الكارثة أكبر من إمكانياته، كارثة أكبر من إمكانياته. تفضل. نحن طبعاً المعلومات اللي عندنا معلومات ليست دقيقة 100%، ولكن كانت المعلومات عندنا إن الوادي منسوبه ارتفع وعلى الأهالي يجب الخروج، فطلعت سيارتي مش سيارة واحدة معها كتيبة 166 وطلعنا حتى البحر لما جانا إنذار جونا لجماعة الميناء، عارف العسكريين اللي على الميناء اللي قلت لك علقنا وقبل أخذنا السيل، العسكريين قلنا لهم ما طلعوا قالوا لا نحن كي يرتفع المنسوب تو نرقى فوق الحواشين، يعني يعتقد أن منزل البيت يقوي يعتقدنا المنزل فوق المنزل آمن، ونحن كيف المية وصلت البرج الشاطئ، برج الشاطئ كانت أعلى منطقة لوطة في البلاد، أعلى عمارة. لحظة أعلى عمارة كم دور في هذه المنطقة؟ أعطيني كم دور مثلا؟ بوزيد العوامي كم دور؟ كم طابق؟ كم طابق؟ من 7 إلى 8 طوابق اختفيت هنا هي مقراتها بوزيد هنا الكواش. كل عمارة كم عائلة تقريبا وكم أسرة؟ كل عمارة فيها 6 شقق في 8 طوابق 7 طوابق، كل عمارة 6 في 8 طوابق وأسر عوائل. عوائل أنا قلت لك من سكان هذه المنطقة، متربي هذه المنطقة، حوشنا هناك طايح، نحن من سكان المنطقة، جميع العوائل اختفيان ناجون. أنا أولاد عمومتي تلقى الأب ناجي خاسر زوجته وأولاده، تلقى الزوجة ناجية خاسر الزوجة والأولاد، وتلقى خاسرين يعني حسبي الله ونعم الوكيل، واحد ما يقدرش يحكي شيء. هو النائب العام يجري في تحقيق في هذا الأمر، لكن نحن أول قبيلة أمس أنا استقبلوني صحافة قلت لهم نحن كأول قبيلة رفعنا نرفع شكوى للنائب العام، لأن السد هذا ممكن لفندي يعرف الدولة قاعدة تتعري في بعضها إن تم صرف ميزانيات على هذا السد ولم تنفذ. تو بالنسبة لتو النائب العام جاري تحقيق في الموضوع هذا، لكن نحن نتمنى تحقيق مستعجل لأن الناس قلوبها تعبانة وتمنى أقل شيء يتحاسب الشخص المسؤول على حجم الكارثة اللي ما صيانش السدود بهذه السرعة أن يتحاسب بأسرع وقت، لأن نحن بروحنا ناس مضيين، كلنا مضرين، ما فيش مش أنت بس اللي كلنا مضرين وهذا وكلنا المنطقة هذه ممكن أنتم ممكن الأفندي أعرف طبعا المنطقة هذه كلها
حدود البلاد هذه كلها تهجرت سنة كاملة. نقدر طبعا يعني مأساة الموقف، تهجرنا حرب. حجم المأساة، كانت في حرب في المنطقة هذه، تهجرنا حرب، كان إمكانيات الدولة ما أعطتنا شيء. سنكتفي معك ومع ضيوفك الكرام في هذا الوقت، سنعود إليك وأشكرك. إذن ضحت كما ترى، هذا حديث أهالي درنا، هذا الحديث من أهالي. حسبي الله ونعم الوكيل. على كل هذه المعلومات والتفاصيل أشكرك شكرا جزيلا أنت وضيوفك الكرام، ونعود إليك تباعا. مفادة الحدث ميس الحربي، كنت معنا من درنا. مشاهدينا سنبقى في درنا ولكن من منطقة أخرى داخل درنا مع مفاد الحدث أحمد بجاتو. أحمد إليك. نعم أهلا ضحى، يعني الآن قسمت درنا إلى ثلاث مناطق رئيسية حيث سيبدأ العمل بطريقة مختلفة هذه الأيام أو الأيام المقبلة. المنطقة الأولى هي المنطقة التي تضررت تماما ولا يوجد ولا يسمح فيها بوجود أي شخص من المدنيين على الإطلاق، هذه المنطقة الأولى. المنطقة الثانية هي المنطقة الهشة التي غمرتها المياه والتي يبقى السكنة المواطنين فيها عرضة للخطر، لذلك هؤلاء سيتم إخلاؤهم بصورة كبيرة. المنطقة الثالثة هي المنطقة التي لم تتضرر على الإطلاق وسيبقى مواطنوها فيها ولن يغادروها. إذن هذه المنطقة التي نقف فيها وبالقرب منها يمينا ويسارا، هذه سيتم إخلاؤها تماما من أي عنصر مدني، سواء سكان يبحثون عن بيوتهم، يبحثون عن ذويهم الذين يحاولون تقديم المساعدات. هؤلاء حتى وسائل إعلام ستغادر خلال يومين أو ثلاثة على الأكثر هذه المنطقة، ولن يسمح فقط إلا لفرق الإنقاذ وأيضا رجال الجيش الذين يقدمون المساعدة في تسهيل الأمور وفتح الطرقات أو فتح طرقات جديدة لكي تعبر المعدات اللازمة للإنقاذ ورفع الأنقاض. هذا أمر هام. أيضا الهلال الأحمر الليبي دعا المواطنين الذين لديهم مفقودين إلى أن يأتوا إليه ويقوموا بتسجيل بيانات المفقودين، لأن هذا الأمر ربما كان محل لغط كبير خلال الأيام الماضية. وزارة الصحة تتحدث عن أعداد قليلة كما يصف وكما يقول المواطنون، وبعض المسؤولين أيضا يتحدثون عن 3500 ضحية فقط، لكن يعني الأرقام تشير إلى أرقام كبيرة. يرجع السبب إلى ذلك إلى أن وزارة الصحة لا تتحدث فقط إلا عن الأشخاص الذين قامت بدفنهم، لا تتحدث عن هؤلاء المفقودين، لا تعتبرهم أمواتا حتى الآن، لكن بعد بضعة أيام على الأكثر ربما سيضاف هؤلاء المفقودين إلى القتلى الذين سجلتهم وزارة الصحة، وستتخطى الأرقام أعداد كبيرة لغاية نتحدث عن 15-20 ألف شخص، وستبقى هذه كارثة بكل المقاييس. يعني كنا نتحدث قبل قليل مع أحد الأشخاص الذين قدموا تقديم المساعدة من بعض المدن القريبة، وقال أن لم يكن لأحد يتوقع مثل هذه الأعداد ومثل هذه الكارثة. حتى عندما كنت زميلتي ميس كانت تتحدث مع المواطنين حول التحذيرات التي كانت قبل انهيار السد، حتى هذه التحذيرات لم تكن بنفس أو بذات القدر، لم يكن هناك تخوف كبير، يعني كانت المياه ستزيد بعض الشيء، لم يكن يتحدث أحد عن انهيار كامل للسد. هذا السد الذي يعني أتى تماما على المدينة، لم يكن أحد يتخيل حجم الكارثة. درنا في نعم بالفعل، يعني بص يعني انظري ضحى الى هذا المبنى الذي يظهر في الكاميرا الان. هذا المبنى يعني هذا البناء يعني تقترب من اعتقد 10 أدوار، كانها ضربت بصاروخ من قوه دفع المياه وكميه المياه الموجوده. هذا المبنى كان هناك الكثير من المباني مثله، لم تعد موجوده على الاطلاق، محيت من على الارض، بعضها دفن، بعضها جرفت المياه الركام الى البحر الذي تغير لونه في المنطقه القريبه من المدينه، تغير لونه اليوم اللون الاصفر تقريبا او اللون البني، تعكرت المياه. وما زال هناك يعني نتحدث عن الاف الجثث. بالامس كنا في زيارة لميناء درنا، فرق الغوث جميعها كانت موجودة هناك والضفادع البشرية يتحدثون عن عشرات الجثث يرونها لكنهم لا يستطيعون انتشالها، ربما لعدة أسباب، أولها الموج وحركة الرياح، وكذلك هناك الكثير من السيارات الموجودة وبها أسر كاملة. بعض الأشخاص حاولوا الهروب بسياراتهم هم وأسرهم، لكن عندما فاضت المياه جرفت هذه السيارات بالأسر، وهي موجودة الآن مطمورة في قاع
الميناء الذي يشهد الكثير من الجثث كونه في منطقة منخفضة، منسوب المياه في الميناء هو منطقة منخفضة، وبالمناسبة أغلب الجثث ذهبت في هذا الجانب، الجانب الشرقي، لأن الرياح كانت شمالية شرقية فذهبت أغلب الجثث في هذا الاتجاه. نتحدث عن أعداد كبيرة، مأساة كبيرة للغاية. ربما شيء أهم أيضا أن هذه المباني لن تقام مباني، يعني حتى تركيبة البناء في المدينة ستتغير تماما، لن تقام بنايات هنا مرة أخرى نظرا لما حدث. ربما تركيبة وهذه المباني حتى الموجودة والتي لم تتضرر بصورة كبيرة ستزال ستزال تماما، وستتغير التركيبة البنائية في مدينة درنا بعد ما حدث. أحمد، أنت أشرت منذ قليل أنه هناك مناشدة أن يتوجه السكان لوضع أسماء المفقودين حتى يتم التعرف على مثلا عدد المفقودين التقريبي، ولكن هل يتم استدعاء أيضا من هم على قيد الحياة للتعرف على الجثث التي يتم انتشالها، أم أنه بات من الصعب بعد كل هذه الأيام التعرف أصلا على هوية هذه الجثث؟ يعني بالطبع هناك الكثير من المواطنين الذين بقوا لرؤية جثمين ذويهم أو للتعرف عليهم أو يعني لمحاولة أو الأمل الذي كان لديهم أن يكون بعض من ذويهم أحياء، لكن طبعا هذا الأمل تلاشى تماما. منذ يومين لم يخرج أي شخص حي على الإطلاق، كل من يخرجون هم أشخاص تحت الأنقاض أو جثث انتشلت من البحر. صعب من الآن التعرف على الجثمين، لأن يعني الجثمين تحللت بصورة كبيرة الموجودة في المياه، يعني جثة بقيت في المياه مدة 8 أيام كاملة مياه مالحة. يعني حتى أن يعني دعينا نتحدث بشيء من التفصيل وإن كان صعبا بعض الشيء، فرق الإنقاذ تحدثت لنا بالأمس عندما كنا في الميناء، عندما يخرجون الجثة الجثة تتفكك من بعضها البعض، هناك جثث يعني منظرها صعب للغاية، يعني لا أحد يستطيع التعرف عليها، حتى أقربائها لا يستطيع التعرف عليها من كثر من كثرة التشوه الموجود في هذه الجثمين. لذلك هذا أمر ليس مفيدا على الإطلاق، وهذا أمر يعرض المدينة لخطر آخر، خطر انتشار الأوبئة والأمراض، لأن هذه الجثث التي تخرج بالعشرات ستوضع في أماكن مفتوحة حتى يتم التعرف عليها، ولا توجد ثلاجات تكفي لهذه الأعداد الكبيرة. المأساة والكارثة أكبر بكبير وبكثير من قدرات ليس فقط درنا وإنما من قدرات ليبيا على حد وصف المسؤولين أنفسهم، لذلك هم في حاجة للمزيد من المساعدات. شيء أخير أود أن أضيفه، أنه قبل قليل كان هناك اجتماع للنواب في مجلس النواب الليبي المسؤولين عن المدن درنا والمدن المتضررة في الجبل الأخضر، وكان هناك اقتراح تم رفعه إلى المجلس بضرورة إنشاء جهاز لإعادة الإعمار. هذا الجهاز سيكون تابع للحكومة وسيتلقى التبرعات الخارجية والدولية والمحلية، سيكون تابع للحكومة وسيخضع لإشراف الجهات الدولية والأممية، وسيكون وظيفته إعادة إعمار ما تدمر في درنا وفي مدن الجبل الأخضر. شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل. مفاد الحدث أحمد بجاتو كنت معنا من درنا. وخوفا من انتشار الأمراض عقب الفيضانات المدمرة التي أودت بحياة آلاف السكان، بدأت السلطات بعمليات تطهير لمدينة درنا، حيث بلغت المساحة الإجمالية للمنطقة التي غمرتها السيول والفيضانات 6 كيلومترات مربعة. عمليات التعقيم التي تجري حاليا في درنا المبيدات والمعقمات. من القاهرة تنضم إلينا سهام المريض، دكتورة في علم الأوبئة بالجامعة الأمريكية في القاهرة. أهلا بك معنا على شاشة الحدث. أنطلق معك من هذه الصور التي كنا ننقلها منذ قليل لعملية تعقيم، وأيضا الحديث عن الجثث أعدادها كانت ملقاة في الشارع، الكثير منها كل الجثث تقريبا وصلت إلى مراحل متأخرة من التحلل. ما الذي يمكن القيام به في هذه المرحلة للحد من انتشار الأوبئة والأمراض؟ دكتورة سهام هل تسمعيني؟ طيب
أعود أذهب للصحفي الليبي إبراهيم بالقاسم، أهلا بك معنا. استمعت أنت لهذا الجدل منذ قليل بين من يقول بأنه قامت السلطات بتحذير أهالي درنة، ومن يقول بأنه هذه المنطقة وسط درنة لم يتم تحذير السكان أو الطلب منهم إخلاء المنطقة، ما الذي نفهمه من هذا؟ أهلا بك ضحى. أولا اسمحي لي فقط أن أعزي شباب مدينة بنغازي من اتحاد الطلبة الذين توفاهم الأجل قبل أقل من ساعتين من الآن في أثر حادث سير بالقرب من منطقة مراوة أثناء إنهاء عملهم كمنقذين في مدينة درنة. 7 من اتحاد طلبة جامعة بنغازي كلية الهندسة يعني أثر حادث سير بعد إكمال وإنجاز مهمتهم كمنقذين في درنة لمن هم عالقين تحت الأنقاض، ويعني القيام بكل ما يستطيعون في إطار المجموعات المتطوعين التي تدفقت إلى درنة. فنسأل الله أن يعني يرحمهم برحمته، وهذا يضافوا إلى من توفوا أيضا بالأمس من الفريق اليوناني، 4 من الفريق اليوناني توفوا بالأمس إضافة إلى عائلة ليبية وإصابة آخرين في حادث سير أيضا في منطقة أخرى، منطقة قريبة من المراوة أيضا. وللأسف حوادث السير نتيجة لتزاحم ونتيجة أيضا لأن الطرقات اتجاه درنة واتجاه المناطق المنكوبة ما زالت غير آمنة أساسا، وما زالت للأسف هناك حالة من يعني الارتباك نتيجة لكل هذه الأحداث المتسارعة ولكل يعني محاولة يعني مسارعة الوقت. يعني الآن حارب الوقت في محاولة إنقاذ ما يمكن إنقاذه. الأخبار إلى أي مدى حجم الكارثة؟ كما كان يقول أحد الناجين من الفيضان، حجم الكارثة أكبر بكثير من قدرات المحلية في ليبيا. صحيح، حجم الكارثة حتى الآن كبير جدا، لا يمكن للقدرات الليبية وحدها وللسلطات يعني هذه وحدها. هذه الصور كيف للجسور أن هدمت وانهارت بهذا الشكل، جسور جزء كبير منها غير موجود، مباني بأكملها منهارة، حجم الكارثة كما ننقله في هذه الصور، حجم الانهيارات الموجودة، حجم الكارثة بشكل كبير، الدمار الهائل في كل شبر في مدينة درنة كما نرى. يعني هنا أصبح نهر تقريبا يقسم المدينة إلى قسمين، وأيضا هذه الأبنية المنهارة. كيف يمكن التغلب والتعامل مع كارثة بهذا الحجم؟ ما زال الخطر قائم ضحى، ما زال الخطر قائم. مجرى الوادي الذي يصل للبحر ما زال شبه مسدود حتى هذه اللحظة، بمجرد نزول أمطار قد تحدث كارثة كبيرة جدا. نحمد الله إن هذه الأيام بعد الكارثة الإنسانية الكبيرة لم تسقط أمطار، لم تكن هناك أعداد كبيرة أو كميات كبيرة من الأمطار تهطل، والجو حتى الآن مناسب لعمليات الإنقاذ الموجودة. لا سمح الله حصلت أن الآن نزلت سيول أمطار والسد. لكن من متابعتكم هل تسير عمليات الإنقاذ بالوتيرة المطلوبة؟ أقصد أن عمليات الإنقاذ والعمليات الإنسانية ستزيد تعقيدا في حالة نزول أمطار، وما زال مجرى الوادي مسدود قبل البحر. يمكن مشاهدة هذا حتى من الصور اللي تعرضوا فيها الآن، هذه الصور تعكس أن نحن نشاهد صحيح نحن نشاهد في هذه الصور طواقم الإنقاذ، الجرافات، محاولات مستمرة لإنقاذ وانتشال الجثث. نعم، عملية إنقاذ وعملية انتشال الجثث هذه ما زالت موجودة، عملية البحث والإنقاذ موجودة ومستمرة رغم كل شيء، لكن أتحدث بشكل عام أن حتى تستمر هذه الجهود يجب الآن نزول أو الإعطاء فرصة لإدخال عدد أكبر من الآليات لفتح مجرى ومسار الوادي. السد انهار، نعم. لا يوجد حد أو يحز المياه في حالة تدفقها، هذا نعم. سيجعل من وضع الكارثة في درنة أكثر مأساوية نعم. وأكثر تعقيد، سيصعب على الجهود نعم. صعب على الكل. شكرا جزيلا لك، سأكتفي معك بهذا القدر. الصحفي الليبي إبراهيم بالقاسم كنت معنا من طرابلس. مشاهدينا نبقى أيضا مع هذه الصور التي تظهر حجم الدمار في درنة. نحن نتحدث عن جسور انهار بأكملها، أبنية وطرق كلها مهدمة ومنهارة، حجم هائل للدمار. أعود لضيفتي سهام المريد، دكتورة في علم الأوبئة بالجامعة الأمريكية في القاهرة، أهلا بك معنا من جديد. دكتورة سهام، كنا نقلنا منذ قليل أيضا عمليات لتعقيد المنطقة، كيف يمكن التغلب أو التعامل واحتواء انتشار الأوبئة في درنة؟
أهلا بك. في الأول نترحم على شهداء هذه الفاجعة، وإن شاء الله ربي يعني عزانا واحد مع كل أهلنا في ليبيا، ولا نقول لم يرضوا الله إن لله وإنا إليه راجعون. بالنسبة لي الوضع في ليبيا، وأنا شفت الصور اللي حضرتك شرتي لها، الوضع عندي كمية من الملوثات أو عدد يعني كبير جدا من الملوثات، الحشرات تشكل جزء منها، فالتعقيم اللي احنا شفناه هذا جيد طبعا، وهذا حيقلل من انتشار الحشرات الناقلة للأمراض اللي تكون مرتبطة بالفيضانات، ولكن هذا غير كافي تماما. يعني الملوثات بيئية مختلفة، منها الهوائية واللي ما نقدروش نسيطر عليه بمبيدات حشرية زي انتشار الفطريات مثلا. احنا قاعدين نشوفه زي ما شفنا مع اللقاءات اللي فاتت في درنا، قاعدين نشوفه في ناس مدنية تعرضت بيوتها للأسف يعني للهدم تام كل شيء، بس هم قاعدين موجودين على الأرض غادي. طبعا احنا نعرف أن انتشار الفطريات، درجات الرطوبة العالية، كل ذلك يؤثر في انتشار أمراض جهاز التنفسي بشكل واسع. أمراض المعوية تنتشر أيضا عن طريق الماء، يعني الماء الآن الجوفية في ليبيا، وهذا بناء على التحاليل من معامل محلية أكدت أن اختلاط المياه الجوفية بمياه الصرف الصحي، وذلك طبعا احنا نقدروا نجزموا أن المياه الآن في درنا كلها ملوثة، فبالتالي أي تعامل مع المياه بشكل مباشر أو غير مباشر هو في حد ذاته هيساعد على انتقال أمراض عديدة أغلبها معدية. فبالتالي وجود ناس وقاعدين نتكلموا على عمليات إخلاء بعد 8 يوم، فوجود الناس هذه يحتم أو محور الحديث في الوقت الحالي لازم يكون تحديد الأولويات بما فيها الحصر والرصد. الحصر والرصد أعني به أنه لازم يكون عندنا منظومة في الوقت الحالي، الناس الأشخاص بصورة عامة، لأن التنسيق طبعا صعب في الوضع اللي احنا فيه، لازم نوفر للأفراد طريقة عن طريق استخدام حتى الهاتف النقال أبليكيشن معين أو ويب سايت معين يمكن الناس من أن هي تحصر الأعراض. يعني أنا لو اليوم نحس بحرارة، وأنا مش شرط نكون من الضحايا بشكل مباشر، ممكن يكون إنسان مدني أو متطوع قريب من هذه الأماكن، أي أعراض الفترة هذه ومنها الحرارة وشدد على ذلك يجب حصر ورصد كل الناس اللي ممكن تكون تعرضت لهذه الملوثات ومنها المائية، وهذه أخطرها. عندنا أمراض أو الحمى بأنواعها، عندنا الأمراض المعوية بأنواعها، أمراض الجهاز التنفسي بأنواعها، خاصة فئة الأطفال، وأنا ممكن ما شفتش تركيز على فئة الأطفال المتضررين، وهنا تنقسم لحاجتين لازم نركزوا عليها. الأولى إن الأطفال من مناعتها بالطبيعي أضعف، وأيضا الأزمة من الأمراض أو الأمراض الجهاز التنفسي المنتشرة واللي في الفيضانات تزيد حدتها. طبعا هذا يخلي الأطفال عرضة للأمراض المعدية الأخرى، فبالتالي يجب حصر ورصد زي ما قلت الضحايا والمدنيين، especially الناس اللي ما عندهاش خبرات في التعامل مع هذه الملوثات البيئية. وإحنا نعرف أن فزعة الأهالي كانت ناس من الغرب ومن الجنوب ومن الشرق، كلها تواجدت في المناطق الشرقية من غير أي ترتيب، وهذا طبعا واجب وطني ومفهوم، ولكن ما نبوش إن المجهودات الوطنية هذه تنتج عنها بعيد الشر طبعا كارثة صحية قد تفوق توقعات الليبيين كافة، لأن احنا الوضع هذا للأسف جديد علينا وبالتالي وجب التنويه يعني. نعم، شكرا جزيلا لك إسهام المريض، دكتورة في علم الأوبئة بالجامعة الأمريكية في القاهرة، كنت معنا. يعود الطلاب المغاربة إلى مقاعد الدراسة في المناطق المنكوبة اليوم بعد نحو 10 أيام من الزلزال الذي ألحق أضراراً متباينة بالمدارس، وقد لجأت الحكومة إلى إقامة خيم مجهزة بجميع التجهيزات التربوية الضرورية لتمكين تلاميذ المناطق المتضررة من الزلزال من متابعة دراستهم. من أقليم شاشاوي ينضم إلينا مراسل الحدث عادل الزبيري، أهلا بك معنا عادل من جديد، وحول عودة الدراسة في مناطق مؤقتة، كيف تجري الأمور؟ نعم، نحن الآن في إقليم الحوز في بلدة أمزميز،
ونحن الآن في استراحة مدرسية في أول يوم دراسي لعودة الحياة الدراسية بعد الفاجعة. هنا خيام نصبتها السلطات المغربية وتحولت إلى أقسام تعليمية. نرصد معكم ميدانيا هذا اليوم الأول من عودة الحياة، من عودة الأمل، من عودة التلاميذ إلى أقسامهم، وهم الآن في ساعة استراحة مدرسية ينشرون الحياة. صحيح أن غالبية التلاميذ بدون عدة مدرسية لأن كل الكتب والدفاتر ضاعت، وسنحاول أن نستضيف معنا مدير هذه المدرسة ليضعنا في الجهود التي بذلت هنا في أمزميز في إقليم الحوز لإعادة هذه العصافير الصغيرة إلى حجرات الدراسة لإخراجها من أجواء الشكوى ومن أجواء الحكايات المأساوية بعد 10 أيام على هذه الفاجعة. ويلتحق بنا الآن مدير هذه المدرسة التعليمية لينقلنا في صورة هذا المجهود المغربي. سيد المدير، نتعرف عليك أولا، وكيف أنجزتم في 10 أيام هذه الأقسام بعد الفاجعة؟ عبد الكريم الصوفي، مدير مدرسة ماريا القبطية، مديرية إقليمية الحوز. بالطبع بعد الفاجعة التي عاشها المغرب بذلت مجهودات جبارة من أجل العودة كما ترون الحياة بشكل تدريجي، والحياة في المدارس بشكل تدريجي. بالطبع بالنسبة لمدرسة ماريا القبطية نسبت 8 خيام في منطقة في ساحة عمومية بعيدة عن المنشآت من أجل الحفاظ على سلامة وأمن المرتفقين والأطر التربوية والإدارية والمتعلمين والمتعلمات. نعم، كم عدد التلاميذ اللي رجعوا؟ واش كاين إقبال من طرف التلاميذ بتشجيع من والديهم، ولا كاين غياب؟ وشنو جهزتوا لاستقبال هاد العصافير الصغيرة وهالتلاميذ من بعد 10 أيام من الفاجعة؟ بالطبع بالمناسبة غادي نستغل الفرصة باش نوجه تحية لجمعية الآباء للمؤسسة اللي قامت بمجهود جبار جدا من أجل التواصل مع الأسر من أجل العودة بهذه الكثافة اللي تشوفوها معنا. الآن تقريبا قاربنا 80% في نسبة الحضور، وهذا مجهود أعتبره جيد بالمقارنة أنه أن السنة الأولى اليوم الأول. بالطبع مع توالي الأيام نطمح إن شاء الله غدا نحقوا 100%. انطباعاتك وانت كمدير هذه المدرسة، شنو سمعتي من الوليدات؟ شنو حكاياتهم؟ شنو كيقولوا؟ حسيتي بهم تنفسوا ويرجعوا للمدرسة؟ أكيد كان التجمع الصباحي في الدخول بعد النشيد الوطني وتلاوة الفاتحة على أرواح الشهداء الذين قضوا في هذه الفاجعة، في جولة اللي قمت بها في الخيام. هناك أمل أن المغرب دائما شامخ وسيبقى شامخ بالطبع برجالته بنسائه، والحمد لله تتبان ضحكات في أفواه وفي وجوه المتعلم والمتعلمات. شكرا سيد المدير، وفقكم الله. ضحى، للتنويه، تلاميذ هذه المدرسة هم تلاميذ المدرسة التي زارتها الزميلة ميسون عزام. المدرسة لا تزال بنية قائمة ولكن متصدعة على بعد أقل من 10 أمتار من هذا المكان. إذن كما رصدنا مع مدير المدرسة وكما نرصد في هذه الصور المباشرة والحية على قناة الحدث، عودة الحياة، التلاميذ الصغار في استراحة مدرسية يتنفسون الحياة من جديد، عادوا إلى أقسامهم، المناشدات بأن يحصلوا على كتب ودفاتر وأدوات مدرسية جديدة لأن الفاجعة أفقدتهم زملاء دراسة وأفقدتهم كتبهم ودفاترهم وألوانهم. الحياة تستمر في هذه المدرسة في أول يوم تعليمي بعد الفاجعة. نعم، شكرا جزيلا لك عادل، كنت معنا من أقليم الحوز، مراسل الحدث عادل الزبيري، شكرا جزيلا لك. وصلت طائرة قطرية إلى طهران لنقل سجناء الأمريكيين 5. كانت الخارجية الإيرانية أعلنت أن صفقة توصلت إليها الشهر الماضي مع الولايات المتحدة تشمل إفراجا متبادلا عن سجناء وتحرير أرصدة إيرانية مجمدة ستنفذ اليوم. أوضح المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أنه سيتم تبادل 5 سجناء إيرانيين مقابل 5 أمريكيين. سيتم تبادل السجناء في نفس اليوم، وسيتم إطلاق سراح 5 سجناء إيرانيين في أمريكا. ووفق آخر الأخبار سيعود مواطنان إلى إيران بناء على طلبهما ورغبتهما،
وسينتقل أحدهما إلى بلد ثالث لأن عائلته تعيش هناك. ويبدو أن اثنين من مواطنين الآخرين المسجونين في أمريكا عبرا عن رغبتهما في البقاء في ذلك البلد بناء على سابق إقامتهما هناك، وفي المقابل سيتم تسليم 5 مواطنين كانوا فعلا سجناء في إيران إلى الجانب الأمريكي بناء على طلبهم. قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن الحكومة العراقية نفذت الكثير من مواد الاتفاق الأمني بين البلدين والمتعلق بنزع أسلحة الجماعات المعارضة لها داخل الأراضي العراقية. أضاف كنعاني أن الحكومة العراقية أغلقت مقار للمسلحين في كردستان العراق ونقلتهم بعيدا عن الحدود، وأكد أن الخطوات الأخرى في الاتفاق الأمني مع العراق قيد الإنجاز وأن بلاده تدرس الوضع لتطمئن من تطبيق الاتفاق ومن ثم ستتخذ القرار حسب تعبيره. قبلها وصل مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي إلى أربيل على رأس وفد أمني وصفه بيان مكتبه بالرفيع، وذلك لمتابعة تنفيذ الاتفاق الأمني بين العراق وإيران. تأتي الزيارة قبيل يوم واحد من انتهاء المدة التي حددتها طهران لنزع أسلحة الأحزاب الإيرانية المعارضة لها وإغلاق مقارها العسكرية شمال العراق. إذن تنتهي غدا مهلة وضعتها إيران لجارتها العراق لإخلاء المناطق الحدودية وتأمينها في إقليم كردستان العراق من المعارضين الأكراد، وعليه فإن الاتفاق بين البلدين أو مذكرة التفاهم كما أطلق عليها في مارس الماضي تواجه أسئلة صعبة ومصيرا غير مؤكد في وقت يؤكد فيه مسؤولون إيرانيون أن المهلة لن تمدد. المذكرة التي جرى توقيعها بين الطرفين تنص بوضوح على تعهد بغداد بعدم السماح للجماعات المسلحة استخدام أراضي إقليم كردستان العراق لشن هجمات عبر الحدود ضد إيران. كما يشير الاتفاق الأمني إلى إقامة مخيمات لأحزاب المعارضة الكردية في مواقع بعيدة عن الحدود الإيرانية مثل أربيل أو الموصل. خلال الأشهر السابقة كثفت طهران ضغوطها على بغداد لناحية تطبيق الاتفاق، بل وهددت بضرب قواعد المعارضة الكردية حتى ولو كان استخدام القوة في العراق بالنسبة لإيران أمر مستبعد كما هو معلوم. مرت تلك الضغوط أسباب ودوافع عدة، لعل أهمها الأزمة الداخلية في إيران منذ اندلاع المظاهرات ضد النظام والاعتقاد السائد على المستوى السياسي بأن الأكراد هم من بدأوها، مما يستوجب ردا حازما للحيلولة دون تكرارها. ليست المشكلة الأمنية على الحدود بالأمر الجديد، لكن اللافت هذه المرة بحسب مراقبين أن طهران بعثت تحذيرات وصفتها بالنهائية لحكومة بغداد وليس للسلطات في إقليم كردستان كما درجت العادة، كمؤشر على أهمية المسألة وجديتها. كما يتزامن موعد نهاية المهلة المقررة مع الذكرى الأولى لاندلاع الاحتجاجات، وهو ما تريد طهران التقليل منها وربطها بالتحريض من جانب الانفصاليين الأكراد بحسب مراقبين. وعلى الرغم من التحذيرات الإيرانية الأخيرة للعراق، فإن كلا الجانبين يدركان أن مسألة القضاء على أنشطة جماعات المعارضة الإيرانية بشكل كامل أمر صعب ومعقد نظرا للطبيعة الجبلية الوعرة على الحدود. فما المنتظر بعد نهاية المهلة؟ من بغداد ينضم إلينا المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية معن الجبوري. أهلا بك معنا على شاشة الحدث. أبدأ معك من حيث انتهى التقرير، ما المطلوب بعد نهاية هذه المدة؟ ما المطلوب من العراق؟ طاب يومك أستاذ ضحى والسادة المشاهدين. العراق حقيقة أوفى بجميع التزاماته وخضع، يعني للأسف أقول تم تلبية وخضع للشروط التي وضعتها إيران والتي لا مبرر لها، لأن على مدى السنوات الماضية لم نشاهد أو نلمس عملية عسكرية واحدة انطلقت من الأراضي العراقية ضد الجانب الإيراني. وموضوع هؤلاء المعارضين كما هو معمول به في معظم دول العالم، يعني الحكومة العراقية الحالية ما يقارب 80% منهم كانوا معارضين في إيران آنذاك، وكذلك هناك معارضة إيرانية في العراق
عليه وفق اتفاقيات الأمم المتحدة، لديهم مخيمات، لديهم مناطق محددة يعملون فيها. لذلك حقيقة ما أثير من لغط في الفترة الأخيرة أحرج الحكومة العراقية التي هي قريبة من حكومة الإطار، أقصد من الجانب الإيراني، من الحكومة الإيرانية، وأعلن رسميا من قبل السيد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ووزير خارجية إيران أيده في ذلك عبد الهيان بانسحاب القوات إلى عمق كردستان العراق وإخلاء هذه المناطق. ولكن بقت إيران حقيقة تلوح بالعصا الغليظة وباستخدام عمليات عسكرية، وهناك تحركات على الحدود العراقية الإيرانية من الجانب الإيراني طبعا، وأعلن العراق رسميا انتشار قوات حرس الحدود للسيطرة على الحدود. هذا كله بصراحة يعني لم يعطي أي رسالة إيجابية إلى الجانب الإيراني، وبقت إيران تتشبث بأن هناك فترة محددة ولا يمكن تمديدها وأنها مستعدة للعمل. ولا غرابة، يعني إيران قامت بعشرات العمليات خلال السنوات الماضية ضد القوات في كردستان حتى بدون وجود هذه القوات، مرة تدعي وجود أوكار لإسرائيل، مرة تدعي أوكار تجسس، مرة تدعي قوات معارضة. كثير من العمليات قامت بها دون مراعاة حقوق الجوار والعلاقات بين البلدين. في هذه الزيارة التي يقوم بها مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي إلى إربيل، ما الذي سأطلبه في هذه الزيارة ونحن نتحدث عن يوم واحد قبل انتهاء المدة المحددة التي حددتها طهران لنزع سلاح الأحزاب الإيرانية المعارضة لها؟ يحاول أن يعطي ضمانات حقيقة إلى الجانب الإيراني بأنه شاهد بأم عينه وطلع ميدانيا واجتمع بالأخوة القيادات الكردية هناك بأن الحدود آمنة ومستتبة، ويعطي ضمانات كما ذكرت إلى الجانب الإيراني بأنه لا يمكن أن تحدث أي عملية عسكرية من الداخل العراقي ضد إيران، بالتالي محاولة تهدئة الأوضاع، لأن أي عمل عسكري تقوم به إيران ضد العراق وحتى لو كان في إقليم كردستان هذا سيحرج الحكومة أولا، سيسيء إلى العلاقات. الحكومة الآن تطمح بتهدئة الأوضاع على جميع الصعد، لذلك بصراحة أراد أن يعطي ضمانات واضحة إلى الجانب الإيراني. شكرا جزيلا لك، المستشار السابق في وزارة الدفاع العراقية معاد الجبوري كنت معنا، شكرا جزيلا لك. ختام استوديو الحدث مشاهدينا لهذا اليوم، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.